برحب بحضراتكم النهارده في السيشن بالسفير بالتعاون مع بنك المعرفه المصري بعنوان Journals Publishing Models and Open Access. ويمكن هنحاول النهارده ان احنا نتطرق لواحد من الاسئله اللي كنا بنستقبلها من حضراتكم كتير في السيشنز بتاعتنا. هو Is paying an APC a must؟ هل لازم ان الحد عشان ننشر لازم في رسوم للنشر تدفع في كل النشر؟ طب هو النشر بيشتغل ازاي بالظبط؟ ايه قصه الاي بي سي تحديدا؟ دي كلها اسئله هنحاول نتطرق ليها النهارده مع بعض. انا اسمي خالد شعلان، استشاري في البحثيه الاساسيه في إلسفير منطقه افريقيا، وسعيد ان انا اكون مع حضراتكم النهارده في السيشن. السيشن النهارده كجزء من برنامج مستمر ما بين إلسفير وما بين بنك المعرفه المصري. دورنا مع حضراتكم مش بس ان احنا ان حضراتكم ليكم اكسس للسولوشنز بتاعت إلسفير بيوفروا بنك المعرفه، هي شراكه ممتده موجوده ما بيننا وما بين حضراتكم، ان احنا نحاول دايما نقدر نقدم الدعم لحضراتكم. واحد من اشكال الدعم دي الورش والمحاضرات العامه اللي بنحاول نعملها، ان احنا يعني نتعامل مع أسئلة حضراتكم اللي ممكن تكون بتحصل كتير في البحث العلمي أو في النشر أو غيره من المواضيع التي قد تكون في اهتماماتكم. أنا بس حابب أتأكد هل الصوت واضح؟ هل في حد عنده مشكلة في الصوت؟ تمام. طيب النهاردة الأجندة اللي عندنا زي ما كان وصل لحضراتكم في تأكيد السيشن، النهاردة الأجندة عندنا هنتكلم على النشر بشكل عام، هنتكلم على الببلشينج مودلز وإزاي الجورنالز بتدير شغلها وبتدير الماليات بتاعتها، ما بين أمثلة مختلفة اتعملت للنشر ما بين نموذجين رئيسيين موجودين دلوقتي، السبسكريبشن موديل والجولد أوبن أكسس، وحتى الأوبن أكسس فيها أنواع مختلفة، الجولد، دايموند، جرين، برونز، والفري والديليد. هنتكلم على الـ APCs وإيه قصتها والويفرز بتاعتها بتشتغل إزاي. هناخد أمثلة كتيرة من ده على نشر إلسفير تحديداً. However احنا الكونسبتس او الاطار العام للي بيحصل في النشر هتلاقوه very relevant across different publishers مع ممكن اختلافات بسيطه. وهنتكلم على سؤال عاده بيجي برضو بنستقبله من حضراتكم كتير، على ايه المسموح لي في ان انا هل انا اقدر اشير الارتكل بتاعي امتى وازاي. ويمكن ده سؤال احنا ربطناه بالسيشن بتاعت النهارده لان هو معتمد بشكل رئيسي على الببلشنج مودلز اللي بتستخدمها الجورنالز. في الختام خالص النهارده هيكون معانا رؤيه سريعه او تطبيق عملي ان احنا نقدر نشوف ازاي نقدر ازاي نقدر ان احنا نستخدم ادوات من إلسفير موجوده تساعدنا في قصه اتخاذ القرارات في النشر، بالذات فيما يتعلق بالاوبن اكسس، سواء كانت على جورنالز إلسفير تحديدا عن طريق إلسفير جورنال فايندر او على اي ببلشر ايا كان عن طريق سكوبس، برضه هيقدر يساعدنا في اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالاوبن اكسس. بنهايه المحاضره هيكون في هشير مع حضراتكم لينك للاستبيان. الاستبيان ده في نهايته حضراتكم هتقدروا توصلوا دي البرزنتيشن اللي انا بستخدمها النهارده معاكم، وكمان هتقدروا تستصدروا شهاده الحضور باسماء حضراتكم من ريسيرشر اكاديمي، من إلسفير ريسيرشر اكاديمي. طيب مبدئيا انا حابب اسال حضراتكم سؤال، وحضراتكم ممكن يعني ممكن حضراتكم تجاوبوا معانا على الشات دلوقتي سريعا. لو كان حد من حضراتكم نشر بيبر قبل كده، ولو كان نشر كان بيستخدم انه مودلز، فيعني لو كل واحد في تعليق واحد على الشات ممكن يقول لنا يس ونو، واحده من اللي هنا هل نشر بالسبسكريبشن بالجولد اوبن اكسس ولا بالاثنين، ولا هو مش متاكد قوي ايه المقصود بالمصطلحين دول.
تقريبا احنا الاجابات حضراتكم فيها السبيكترم كله تقريبا. طيب جميل جدا، احنا هنحاول النهارده خلال السيشن ان احنا هنقدر يعني نحاول ان شاء الله باذن الله نقدر ان احنا نضيف حاجه لكل كاتيجوري من اجابات حضراتكم، سواء كانوا الباحثين اللي اوريدي they are seasoned publishers seasoned authors نشروا قبل كده كتير واستخدموا المودلز السبسكريبشن والاوبن اكسس قبل كده، هيكون في حبه تفاصيل ممكن تكون جديده عليهم شويه، خصوصاً فيما يتعلق بالارتكل شيرنج وما بين الاوبن اكسس اوبشنز المعتمده على السبسكريبشن. بالنسبه برضو للناس اللي لسه بتبدا لسه في الريسيرش بتاعها وممكن ما تكونش حتى خاضت تجربه السبمشن والبي ريفيو، برضو هنبتدي نقدر نساعد او نحط خطوط عريضه كده لما يتعلق بقصه الاوبن اكسس ورسوم النشر بشكل عام، ان احنا نفهم الدنيا ماشيه ازاي او ايه الجورنالز بتشتغل ازاي بشكل عام. مبدئيا كمقدمه سريعه عن النشر وعن الجورنالز نفسها، النشر ابتدى بشكل عام، اي نشر بنعتبر ان بدايه النشر الحقيقيه كانت مع اختراع الطباعه في القرن ال 17، صدرت أول جورنال علمية كانت الفيلوسوفيكال ترانزاكشنز اوف ذا رويال سوسايتي، ويمكن كان برضه في حدود نفس الوقت كان في جورنال تانية ظهرت في فرنسا. فكرتهم إنه بقى عندنا أول إديتور وأول كوميرشال ببلشر. كوميرشال ببلشر هي شركة تجارية قائمة على نشر الجورنالز العلمية. He was the first commercial publisher. كانت الفكرة ان هو بدأ يتقبل submissions، اوكل بمعنى اصح من الجمعية الملكية ان هو يبتدي ينظم عملية النشر، فبدأ ان هو يستقبل المانوسكريبتس او البيبرز اللي بيكتبوها الريسيرشرز في زمانه، وبدأ ان هو يعرضها على محكمين، والمحكمين دول يفضلوا مجهلين اللي هم البير ريفيورز، وهو يتولى ان هو يدير المراسله ما بين المحكمين اللي ما حدش يعرفهم دول وما بين الباحث نفسه للوصول لنسخه مراجعه من البحث اللي هو تقدم بيه. وفي نهايه المطاف بعد ما يبقى فيه نسخه منقحه من المحتوى بتاع البيبر، الببلشر اولدنبرج والتيم بتاعه او الببلشر بشكل عام بيبتدي ياخد بقى المسوده النهائيه اللي صدرت من عمليه التحكيم دي، وياخدها ان هو يبتدي يحسنها ويجهزها للطباعه. طبعا في تحسينات في طريقه الكتابه، في الهوامش، في الاخراج الفني للعدد ككل بتاع المجله، وفي الاخر بيتم عمليه طباعه الجورنال ده في كل عدد ليه. اللي عايز العدد ده بيروح يشتريه زي ما بيشتري اي كتاب، فبتروح تشتري عدد الجورنال ده. لاحقا بقى في فكره انه المكتبات تشترك عند الناشر، ففكره ان كل ما يصدر عدد جديد المكتبه هيتبعت لها العدد الجديد ده ويتضاف في المكتبه بتاعه الجامعه، وبالتالي اللي محتاج يوصل للابحاث الجديده بيروح المكتبه وبيقدر يوصل لي بيشوف الاعداد بتاعه المجلات العلميه دي، ويشوف كل عدد من دول في مجموعه من الابحاث العلميه وبيقدر يوصل فيها للي هو كان عايز يوصل. فده من ساعتها تقريبا من القرن ال 17 للنهارده فضلت الميكانيزم الرئيسيه او طريقه شغل الجورنالز قائمه على نفس الفكره بتاعه البير ريفيو، بتاعت ان هو في حد بيتولى تنظيم المعلومات العلميه اللي طالعه من الباحثين واعاده تقديمها لي بعد التحكيم العلمي وإعادة تقديمها للجمهور الواسع من الأكاديميين نفسهم. نلاقي هنا إنه دور الجورنال فيه أربع أدوار رئيسية، وممكن هنضيف واحد عليهم في الآخر. في أربع أدوار رئيسية للجورنال بيقوم بيها بالنسبة لعملية تنظيم المعلومات العلمية. أول نقطة هي فكرة الريجستريشن، أنا لما بعت سبمشن للبيبر بتاعتي فأنا خدت تاريخ للسبمشن، فأنا كده يعتبر إن أنا
سجلت ان انا فكرة البحث دي طلعت من عندي وسجلتها مع جورنال بعينه، فيبقى باين مين اللي وصل للنتائج دي الاول ومين اللي بعتها الاول. تاني نقطة هي فكرة السيرتيفيكيشن. السيرتيفيكيشن معناها انه لا يجاز نشر معلومات كابحاث او كريسيرش ارتكلز جوه جورنال ما لم تكون محكمة علميا او ما تكون بير ريفيود، عشان نتأكد انه الريسيرشر في الاخر المعلومات اللي هو اضافها هي في الاخر تم مراجعتها من قبل متخصصين في نفس المجال. والفكره ان احنا بنقول للناس مو بير ريفيو، ان انا ممكن اكون العالم رقم واحد في مجالي، however زملائي اللي في الفيلد برضو اللي عندهم خبره عاليه جدا في الفيلد هيراجعوا ورا الكلام بتاعي وهيبعتوا لي تعليقات، ولو في حاجه مش واضحه في الكتابه او حاجه مش صح في النتائج او اي يعني سواء كان تعليق في طريقه الكتابه او في المحتوى العلمي نفسه هم اللي هيتولوا مراجعه الكلام ده، ويبقى هم اللي في الاخر هيقرروا، يبقى رفعوا توصيه للاديتور هل البيبر بتاعتي جاهزه انها تتنشر ولا هل لسه محتاجه تحسينات بسيطه او جسيمه، او انه لا البيبر دي غير صالحه انها تكون تتنشر، فبيدوا ساعتها توصيه بالرفض. ويمكن اللي من حضراتكم نشر كتير اوريدي عارف انه الريجكشن في البابليكيشنز از فيري كومن، ويعني الى حد ما او اخر ما فيش حد ما بيعديش على ريجكشنز كتير مهما على شأنه. فبنهاية المطاف الريجكشن is a very normal part of academia، والغرض منه في الآخر إن إحنا نحاول نحسن مش بس المعلومات اللي بنحاول نطلعها أو البحث العلمي نفسه، الطريقة اللي بنوصل بيها أفكارنا في خلال الكتابة نفسها. بعد كده بيبقى من دور البابليكيشنز إن هي الوعاء الرئيسي أو الميديوم الرئيسي اللي بتنتقل بيه الأفكار الجديدة انها تبقى شارد مع بقيه الناس، لو هي اوريدي سيرتيفايد والناس عندها مساحه من الثقه فيها، فبالتالي بتبقى من اقوى الوسائل ان انا اقدر اوصل الفكره اللي انا وصلت لها والناس الثانيه تبتدي تستخدمها تقراها وتستخدمها وتبني عليها شغلها في شكل سايتيشنز وغيره. النقطه الاخيره انه الببلشرز من مسؤوليتهم انه الارشفه للكلام لكل الابحاث العلميه اللي موجوده دي، انه يفضل مهما تقدمت السنين قادرين نرجع ونجيب نعرف ايه الريسيرش اللي اتعمل لو من 200 300 سنه لسه نقدر نوصل له لغايه دلوقتي. طيب مبدئيا هي الفكره انه الببلشرز في الاخر دورهم الرئيسي والكوميتمنت بتاعهم الرئيسي هو للقراء بتوع المجلات العلمية اللي هم بيكونوا باحثين أو مقدمي رعاية صحية أو غيرهم من المتخصصين في مجالات مختلفة. من نهاية المطاف هنلاقي إن كل الديسيجنز اللي بياخدها الجورنالز في الآخر الغرض الرئيسي منها هو خدمة القارئ للجورنال قبل أي اعتبار آخر. أنا لو أنا هنشر كلام الباحثين التانيين لما يقروه هيقدروا يستفيدوا منه ويلاقوه مفيد ويستخدموه في شغلهم ويدولوا citations وغيره، فدايما هنلاقي أن كل عمليات اتخاذ القرار جوه الجورنالز هدفها الأول خدمة القارئ بشكل، والقارئ ده مفهومه الواسع أن هو كل الناس الباحثين بشكل عام أو الباحثين في مجال معين بشكل خاص. فلو انا اللي انا بنشره ده مش بيخدم القراء والعلم بشكل عام، فانا الديسيجنز بتاعتي هتتغير كتير بناء على ده. مبدئيا السايكل بتاعت الجورنالز فيها كذا مرحله، بدايه من تجميع السبمشنز للبير ريفيو، بعد البير ريفيو للاعداد الفني والاخراج لكل الارتكلز انها تتنشر، وبعدين النشر نفسه، وبعدين الارشفه ومحاوله او بما نطلق عليه to promote the use and the readership للارتكلز نفسها. بدون التطرق في تفاصيل كتير هتلاقوا في السلايدز حبه تفاصيل يمكن بتتكلم على البير ريفيو بيشتغل ازاي. طبعا ده بيتطلب سيستمز كبيره لما نكون بنتكلم على عدد كبير من الجورنالز مع سبمشنز كتيره جدا، انك انت تقدر تنظم هذا العدد الكبير من السبمشنز. بنتكلم على انه بعد التحكيم على الاعداد الفني الارتكل بيعدي على كذا مرحله، ويمكن هنتطرق ليهم في الاخر السيشن، ما بين مرحلة المسودة الأولية اللي بعتها الأوثر أو البريبرنت للمسودة النهائية بعد التحكيم. طبعا في نسخات بنسميها revised manuscripts في النص لحد ما نوصل للآخر مراجعة ليها. بعد كده نبتدي نخش على مرحلة البروفينج والفاينل published journal article، وبعدين النشر والdissemination نفسه.
سواء كان النشر عامة. زمان لما كنا بنتكلم يمكن لغاية آخر القرن العشرين كنا بنتكلم بشكل رئيسي على إنه النشر بيكون عن طريق الطباعة. بدأ التغير اللي يحصل بداية من يمكن سنة 95 لما ابتدى بوبلشرز، وكان في أولهم ألزفير أكشلي، إن هم يبتدوا إن هم ينتقلوا لفكرة إنه طب ما إحنا زي ما بننشر بالطباعة، ما إحنا ممكن ننشر على البلاتفورم بتاعنا البيبرز اللي كانت في شكل PDFs. يبقى ابتدى يبقى فيه نشر إلكتروني موجود. طبعا فكرة النشر الإلكتروني تقدمت كتير جدا عن مجرد إنها تبقى PDF موجودة أونلاين والناس تقدر توصل لها. ويمكن اللي من حضراتكم حضر شوية سيشنز مثلا عن ساينس دايركت والتكنولوجي اللي موجودة فيه. however بشكل عام جزء مهم من قصة النشر الإلكتروني ان هو مش بس مجرد preparation for a PDF document، في جزء كبير قوي ليه علاقة بالميتاديتا enhancement، الديسكفرابيليتي بتاعت الدوكيمنت، انه في الاخر انا الاونلاين هو فضاء واسع جدا، لو الناس مش هتقدر توصل بشكل كويس للارتكل اللي بيتنشر فهو مش مجرد PDF فقط بيطلق في الفضاء العام. طبعا اللي احنا بنتكلم في الحالتين انه بالشكل التقليدي انه الحاجات او بالنموذج اللي كنا بنتكلم فيه من شوية انه الجورنالز في الاخر سواء كانت برينت او اونلاين بتبقى متاحة للناس اللي بتشترك في الجورنالز دي. طبعا كان في برامج مختلفة اتعملت لانه الناشرين المختلفين يقدروا يقدموا الحاجات اللي كانت بتطلب اشتراكات او شراء باسعار مخفضة جدا او ببلاش لأكتر من 100 دولة نامية. ففكرة أنه دايماً كان في كونسترين على فكرة أنه طيب ولو ناس لسه بتبتدي في الريسيرش ودولة نامية جداً والتكلفة الحصول على الاشتراكات دي وشكلها إيه، فده يمكن من الأجزاء اللي كانت دايماً جزء من الديسكوشن. طبعاً في سولوشنز وتكنولوجيز بقى بتطلع لفكرة أنه يبقى في حاجات تستخلص معلومات موجودة من البيبرز. يمكن من حضراتكم مثلاً حضر حاجات معنا زي جيوفاسيتس مثلاً أو كلينيكال كي أو غيرهم. دي تولز قائمة على أنها بتبتدي تستخلص معلومات موجودة في بيبرز وتقدمها للناس في شكل سيرشابل، اللي بدور على معلومة مش بدور على بيبر بالكامل. غيرها من التكنولوجيكال فيتشرز اللي الغرض منها في الآخر أنه تحسين الوصول للمعلومة في وسط الفضاء الإلكتروني الكبير اللي فيه، بما يساعد الريسيرش ويساعد ناس انها تشوف شغل بعض بشكل احسن. الأرشفة بيبقى فيه برامج كتيرة موجودة. يعني احنا مثلا كالزفير في بارتنرشيبس لينا مع اكتر من مكان، ان احنا الوير هاوس بتاعنا او كل الارتكلز بتاعتنا بتبقى موجود نسخ منها موجودة او يعني بريزيرفد في اماكن تانية عشان نضمن انه الارتكلز دي تفضل موثقة وموجودة يا شاء الله كده. يعني يمكن ايه خدنا مقدمة سريعة عن ان ايه اللي بيحصل في النشر بشكل عام او احنا بنحاول نعمل ايه. السؤال بقى دلوقتي الجورنال نفسه بيظبط مالياته ازاي وبينشر مقالاته بشكل ازاي. بشكل رئيسي لما بنيجي نتكلم عن النشر من اول القرن ال 17 لحد النهاردة احنا بنتكلم على انه النشر في حد بينظم عملية نشر المعلومات العلمية، والعملية دي بتتطلب عملية إنتاج الأرتكل من أول تجميع السبميشنز لإدارة البير ريفيو للإخراج والإنتاج الفني للأرتكلز اللي تم من النسخة المنقحة للنسخة النهائية. عملية النشر سواء كانت بالطباعة أو حتى بأونلاين بلاتفورم، وعملية تطوير وإدارة الجورنالز نفسها وإدارياتها وكده، كل ده بيتطلب من أي ناشر سواء كان الناشر ده شركة ربحية أو مؤسسة علمية أو جمعية علمية غير هادفة للربح. في نهاية المطاف أي حد بيحاول ينشر جورنال في تكلفة بتكون واقعة عليه، فهو لازم يبتدي يبقى له مصدر من الدخل عشان يقدر يغطي تكاليف الجورنال بتاعته. جزء مهم من فكرة وجود الببلشرز ان هم عادة احنا بنتكلم على انه الببلشرز بشكل رئيسي هم خارج المؤسسات البحثية نفسها. لما نيجي نبص على الأعم في الببلشنج، فكرة وجود انه حد من خارج حد من خارج الدوائر البحثية نفسها هو اللي بينظم القصة دي، زي وجود ببلشرز
من خارج الأكاديمية من خارج المؤسسات العلمية نفسها، ده جزء منه بيدي نوع من أنواع النيوتراليتي ما بين ممكن تكون جهات بحثية في تنافس علمي، وعادة بيبقى تنافس لطيف، بس في نهاية المطاف في تنظيم عملية النشر ده وجود حد ملوش مصلحة مع فريق بحثي بعينه، ده إلى حد ما برضو من الحاجات اللي كانت بتدعم النشر بشكل عام. طيب الفكرة إنه تغطية تكاليف الكلام ده بتيجي منين؟ تغطية تكاليف الكلام ده بشكل التقليدي القديم إنه بتيجي من مبيعات الجورنالز أو الأعداد بتاعت الجورنالز أو الاشتراكات، سواء كانت اشتراكات لأفراد أو اشتراكات لمؤسسات، عادة بنتكلم على مكتبات. يعني لو إحنا بنطبع كتاب زي ما قلت لحضراتكم، كل عدد من جورنال هو بيبقى شكله عامل زي الكتاب كده، فهو في الاخر الناس تقدر تشتريه، او الناس او انه ممكن فرد يكون مشترك ان الجورنال ده يوصله اول باول، او هو الاعم انه مكتبه الجامعه او مكتبه الكليه عندها اشتراك في الجورنال ده، فكل عدد جديد بتاخد منه نسخ وبتحطه في الارفف بتاعتها. نفس الكلام ده انتقل مع النشر الالكتروني، بقيت انا دلوقتي بس مع الفرق ان انا ممكن بقيت اتعامل مع ارتكل لوحده مش عدد بالكامل، ففي الاخر سواء كان بيبقى purchased article او انا كانديفيديوال ليا سبسكريبشن في جورنال، ودي الاشكال الاقل انتشارا بالذات مع النشر الالكتروني. بقى الشكل الاهم دلوقتي انه يبقى عندنا مكتبات في المؤسسات الجامعيه هي بتشترك في اعداد كبيره جدا من الجورنالز، بحيث انه كل الناس اللي تابعين للمكتبه الجامعه دي يبقى لهم اكسس للمكتبه بتاعه الناشر ده، فيبقى بنلاقي المكتبه بتوفر اشتراك عند إلسفير، عند سبرينجر، عند وايلي، عند غيرهم من الناشرين، حتى برضو الجمعيات العلميه مثلا نقول اي تريبل اي، نقول اي اس ان اي، ايا كانوا الجمعيات العلميه اللي بنتكلم عنها، في الاخر وجود اشتراكات المكتبة دي هي اللي بتخلينا نقدر توفر عائد للجورنالز دي نفسها، بحيث انه الناس تقدر ان الجورنال يقدر يستمر في شغله، في نفس الوقت الناس تقدر توصل لي المقالات اللي هي محتاجاها. في نفس الوقت مع التقدم اللي حصل في الانترنت بدأ يبقى في نقاش، طب ما هو الارتكل موجود اونلاين، الارتكل لما بيكون منشور بالنموذج التقليدي اللي احنا اتكلمنا فيه ده، اللي هي الارتكل بيبقى موجود اونلاين، اللي بيقدر يوصل للارتكل ده هو عاده البني ادم اللي تابع للانستيتيوشن او مؤسسه بتوفر له اشتراك عند الناشر ده، بحيث انه يقدر يوصل للارتكلز بتاعته بشكل اونلاين. البديل ان انا يكون لي بشكل شخصي اشتراكات او individual purchase، لو ده مش موجود فبيبقى الارتكل مش متاح او انا ما اقدرش اوصل لي النسخة الكاملة بتاعته. اوكي، ويمكن احنا عندنا هنا في مصر انه بنك المعرفة المصري بقى في جهة مركزية في مصر كلها، مبادرة طلعت من المجالس الرئاسية العليا المتخصصة للتعليم، كانت الفكرة انه يبقى في جهة بشكل مركزي في حكومة مصر، في الحكومة المصرية، او في هي اكشلي جهة طبعا للمجالس الرئاسية العليا المتخصصة. الفكرة انه هي قررت انها توفر الاشتراكات دي بشكل مركزي، مش بس للباحثين في مصر، لا لعموم المواطنين المصريين، فيبقى اي مواطن مصري معاه بطاقة رقم قومي بيقدر يخش على بورتال بنك المعرفة ويقدر يوصل للمقالات العلمية والابحاث العلمية اللي كانت بتتطلب اشتراك عشان نقدر نوصل لها. في بدأت فكرة ظهرت يمكن في اخر 20 سنة، هي فكرة الأوبن أكسس، فكرة طب ما هي الحاجات لو موجودة أونلاين إزاي ممكن نغير من ترتيب الأشياء أو من طريقة عمل الأشياء، بحيث إن الحاجة اللي موجودة أونلاين ما تبقاش محتاجة اشتراك وتبقى الناس تقدر توصل لها مباشرة. فبدأت فكرة الأوبن أكسس، الأوبن أكسس كمصطلح مقصود به إنه الوصول للمعلومات يكون مفتوح وما يكونش مقصور على اشتراكات بعينها أو على الناس في مؤسسات معينة. يمكن أول مرة سك في المصطلح ده كان في 2001، والفكرة في الآخر إنه إزاي زي ما قلت لكم concept الـ open access أو الـ idea الرئيسي بتاعه هي فكرة حرية الوصول للمعلومة لأي حد بغض النظر عن
الاكسسبيليتي هو تابع لجهه ايه او لمؤسسه ايه. في سبيل ذلك بداوا الجورنالز يفكروا طب احنا ازاي ممكن فكره الاوبن اكسس، هي فكره حميده جدا جدا جدا، انه فكره ان المعلومه توصل لاكبر عدد ممكن من الناس. طيب ازاي احنا نقدر نوصل كجورنالز للكلام ده، في نفس الوقت نقدر نحافظ على ان احنا لينا مصدر دخل بيغطي التكاليف بتاعتنا دوريا. فبدات نماذج كتيره تظهر لفكره انا عايز احقق توازن ما بين ان يفضل الجورنالز مستقره ماديا ويفضل انها ليها دخل بيغطي تكاليفها، في نفس الوقت على الناحيه الثانيه ازاي نقدر نتيح المعلومه بشكل مجاني ودائم لاكبر عدد ممكن من الناس بالذات مع الاونلاين. اول فكره ظهرت في سبيل ده ان احنا نبتدي ننتقل من التراديشنال ببلشنج، والتراديشنال ببلشنج من ساعه القرن ال17 من النهارده الاوثر ما بيدفعش فيه حاجه خالص، وفي الاخر الجورنال ليه مصدر واحد للدخل، المصدر الدخل ده بيكون عن طريق مبيعات او الاشتراكات اللي بتتحصل للاعداد الجورنالز او مقالات الجورنالز، سواء كانت اشتراكات الكترونيه او مطبوعه. اول فكره بدات ننتقل ليها من فكره التراديشنال ببلشنج للاوبن اكسس كانت فكره ظهرت اسمها الجولد اوبن اكسس ببلشنج. والجولد اوبن اكسس ببلشنج بدات تتغير الصوره شويه. بدأت الفكرة مع جولد أوبن أكسس يتقالك أنه لا، الأرتكل مش هيتغطى تكلفته من جهة القارئ، لأنه في الآخر القارئ اللي اتوقع تحت اشتراكات مؤسسته أو اشتراكاته الشخصية هو في الآخر اللي بيقدر يوصل للمقال ده، لا إحنا هنخلي التكلفة مش بتتغطى من ناحية القارئ عشان كل القراء يقدروا يوصلوا للمقالة ببلاش، يقدروا يقروها فور فري. التكلفة هتتغطى من ناحية الباحث، يبقى الباحث اللي بينشر جولد اوبن اكسس بيوفر هو التكلفه للجورنال، بيغطي هو تكاليف الجورنال في مقابل ان الجورنال هيوصل البحث بتاعه بالمجان لكل الناس اللي يقدر يوصل لهم عن طريق البلاتفورم بتاعه. فبقت هنا الفكره ان احنا انتقلنا من مرحله انه السبسكريبشن موديل او التراديشنال ببلشنج ان في اشتراكات بتتحصل من الجامعات او من المؤسسات العلميه مقابل اتاحه المقالات للقراء، فبقينا بنحصلها من ناحيه القارئ. ان فكره الجولد اوبن اكسس ان التحصيل او تغطيه التكلفه تكون من ناحيه المؤلف. ولما اخترع الموديل ده كان بالاساس الناس لما يعني the initial intention كانت فكره انه الباحث او المؤلف اللي عايز ينشر فكرته ويتاحها بالمجان للناس كلها هو في الآخر تحت إيده ميزانية بحثية قائمة به، سواء كانت ميزانية متوفرة له من المؤسسة أو القسم اللي هو تابع ليه، أو إنه المشروع ممول تمويل خارجي، فبالتالي إنه هيبقى معاه ميزانية، فهو في الآخر لما هينشر هو جولد أوبن أكسس هو بيدعم إن فكرة البحث بتاعه يقدر يوصل للناس كلها من أول يوم على موقع الناشر نفسه بقوته كلها، إنه يبقى مجاني والناس كلها تقدر توصل. فده كان الكونسبت الرئيسي لي او اول فكره ظهرت لتطبيق الاوبن اكسس او ما اطلق عليه بعد كده الجولد اوبن اكسس. هنلاقي ان في جورنالز ما بتنشرش غير جولد اوبن اكسس. هنلاقي يمكن لسه لغايه دلوقتي في بعض الحالات بنلاقي لسه جورنالز ما بتنشرش غير تراديشنال ببلشنج، ويمكن ده بدا يتغير. يعني في جورنال تروح تقول لهم انا عايز اديكم اي بي سي عشان المقاله بتاعتي تبقى متاحه ومجاني للناس كلها، يقول لك لا سوري احنا مش بنستخدم موديل الجولد اوبن اكسس خالص او في استثناءات ضيقه جدا، احنا المقالات اللي بتاعتنا ما بناخدش فلوسنا من المؤلفين، بناخد فلوسنا فقط من الاشتراكات بتاعه القراء او المؤسسات اللي هم تابعين ليها. في جورنالز العكس تقول لك لا انا ما باخدش، انا ما ببيعش مقالات ولا ببيعش سبسكريبشنز خالص، انا كل اللي انا بنشره متاح اونلاين ببلاش وانا بحصل بس من الباحثين المؤلفين الاي بي سيز بتاعتهم، فانا شغال اكسكلوسيفلي جولد اوبن اكسس. وممكن بنلاقي برضو بعد في جورنالز بنسميها الهايبريد جورنال. الهايبريد جورنال ده الجورنال بيخيرك، والله انا بنشر مقالاتي كلها اونلاين، جزء منها بيبقى محتاج اشتراك
وجزء منها ممكن اخليه اوبن اكسس وفري للناس كلها. حضرتك مفضل تشتغل تنشر المقال بتاعك يبقى جزء من الاشتراكات بتاعت المجلة، يبقى حضرتك هتنشر تراديشنال او سبسكريبشن موديل، او حضرتك حابب ان المقاله بتاعتك تبقى جود اوبن اكسس وتبقى فريلي اكسسبل من اول يوم على البلاتفورم بتاع الببلشر، تنشر جود اوبن اكسس، والخيارين موجودين لحضرتك تختار مين فيهم انسب ليه البرايورتيز بتاعتك. الجورنالز اللي بتديني حريه الاختيار تماما دي بنسميها الهايبريد جورنالز. يبقى عندي جورنالز جود اوبن اكسس بس، فان الجورنال ده ما بيبيعش اشتراكات، ما فيش سبسكريبشنز ليه، هو الريفينيو الوحيد او الريفينيو ستريم الوحيد اللي شغال فيه انه بس من ناحيه المؤلفين، وبالتالي كل مقالاته وكل اعداده متاحه بالمجان اونلاين. فده جورنال شغال فولي جولد اوبن اكسس. في جورنالز هايبريد بتدينا الاختيارات، عايزه تراديشنال يبقى جزء من الاشتراكات ماشي، عايزه جولد اوبن اكسس ماشي. ويمكن قل قوي يعني، بقت حالات قليله قوي، بس لسه في جورنالز لغايه دلوقتي معتمده بشكل رئيسي على التراديشنال ببلشنج او السبسكريبشنز او السبسكريبشن موديل تحديدا. سواء كان مع الزفير او غيره، عاده لما انا باجي انشر مقال في الاخر، فالديسيجن اللي انا باخده في ساعتها الجورنال ممكن يديني اختيار واحد بس من الاثنين، يبقى الجورنال ده من الاساس بيشتغل يا سبسكريبشن يا جولد اوبن اكسس، او الجورنال ممكن يقول لي لا انت قدامك الاختيارين، شوف انت حابب تبقى ايه فيهم، المقاله بتاعتك تبقى جزء من اشتراكات المجله او انها تبقى جزء من الاوبن اكسس كونتنت بتاع المجله. سبسكريبشن موديل، انا مش هشيل تكلفه، التكلفه هتيجي من ناحيه القارئ، ان هو اللي عنده اشتراك هيقدر يوصل للمقال عن طريق الاشتراك اللي بتدفعه المؤسسه اللي هو تابع ليها. جولد اوبن اكسس، لا، اي حد في اي مكان في الدنيا هيقدر يوصل للارتكل ده لان هو فريلي اكسسبل، معلوش اي باي وول، بس انا هغطي، هبقى مسؤول انا كمؤلف على توفير او تغطيه تكلفه او رسوم النشر اللي هي بنسميها الاي بي سي، واللي عاده المفروض ما بتغطى من مش اوت اوف بوكيت، المفروض ما بالاساس بتغطى من الميزانيه اللي تحت ايدي اللي انا اقدر استخدمها للنشر. بدا يظهر فكره ثالثه، انه طيب احنا لو عندنا السبسكريبشن موديل اللي هو الريدر بيز او باي تو ريد، عندنا الجولد اوبن اكسس موديل اللي هو باي تو ببلش اللي هو انت هتغطي الاوثر هو او الاوثر بيز، يبقى انا عندي الريدر بيز او الاوثر بيز سبسكريبشن وجولد اوبن اكسس. بدا يظهر من موديل تاني، وات اف انه لا الاوثر دفع ولا الريدر دفع، يعني لا في سبسكريبشن الارتكل هيبقى متاح بالمجان للناس كلها ما تقراه فمش محتاج اشتراكات عليه، في نفس الوقت لو الاوثر ما دفعش وفي جهه طرف ثالث قرر ان هو اللي هيغطي تكلفه البحث ده، فده بنسميه الدايموند اوبن اكسس او السبسيدايزد جولد اوبن اكسس. هي الفكره ان هو جولد اوبن اكسس في الاخر، بس بدل ما الفلوس بتيجي من ناحيه الباحث بتيجي من جهه ثالثه ما هياش لا الباحث ولا القارئ، لا المؤلف ولا القارئ، تيجي من جهه ثالثه بتتولى تمويل المجله العلميه دي. يبقى في جهه ثالثه بتمول المجله العلميه دي، بتغطي هي تكاليفها، بتدعمها بحيث انه المجله العلميه دي ما تحتاجش تاخد اي بي سي وما تحتاجش تجمع اشتراكات، ويبقى عمليه النشر مجانيه بالنسبه للمؤلف وللقارئ في نفس الوقت. ويمكن ده بدا يبقى موجود في بعض المجالات، بس يعني يظل ان هو مساحات تطبيقه اقل بكتير من السبسكريبشن والجولد اوبن اكسس العادي دلوقتي. حاليا اغلب المقالات اللي بتتنشر حتى يومنا هذا بتتنشر تحت السبسكريبشن موديل. معدلات النمو في الجولد اوبن اكسس عاليه جدا، الا انه ما زال السواد الاعظم من الجورنالز بتتنشر تحت السبسكريبشن موديل. معظم المقالات اللي بتتنشر عالميا بتتنشر بنموذج انه المؤلف ما بيتحملش تكلفه، وانه تغطيه تكلفه المقالات دي بتكون من اشتراكات المؤسسات العلميه للقراء بتوعها. الجولد اوبن اكسس بيزيد ومعدلات النمو فيه عاليه،
ويمكن بدأ يظهر إن بعض المؤسسات تطلب من الناس إن هم ينشروا جولد أوبن أكسس تحديدا، أو بعض الجهات التمويلية للبحث، بعض الفندرز بيقولوا لك إنه بيشترطوا عليك إن البحث اللي إحنا إن إحنا هنمول أبحاثك، بس اللي هتنشره لازم تنشره جولد أوبن أكسس. ده ابدا الى انه يمكن الحركه دي يعني نقدر نقول ان عاصمتها او ثقلها النسبي عالي جدا في اوروبا، فكره انه الجولد اوبن اكسس انه يبقى فيه تحول ليه اكتر واكتر. however حتى يومنا وتاريخه ما زال اغلب النشر اللي موجود جلوبالي ما زال تحت نموذج السبسكريبشن، اللي فيبقى بالتالي من المحتوى اللي اللي هو في الاخر الجورنال هيغطي تكلفته من القراء واشتراكاته. خلوني اتوقف هنا وقفه سريعه شويه، وبرضو ايه اللي عنده اسئله من حضراتكم يا ريت يحطها لنا على الـ Q&A، في زرار للـ Q&A قدام حضراتكم. حد سأل ايه هو الجرين اوبن اكسس، ده احنا داخلين في السكشن الجاي على طول. السكشن الجاي هنتكلم فيه اكتر عن طب انا لو مش هيناسبني جولد اوبن اكسس بس انا عايز الاوبن اكسس، عايز فكره انه المقال بتاعي الناس تقدر توصل له، المعلومه اللي عندي تقدر توصل للناس كلها سواء عندهم اشتراكات او ما عندهمش اشتراكات، ايه اللي ممكن يتعمل في سبيل. فبدأت تظهر ألوان تانية غير الجولد، ويمكن ده هيكون السكشن الجاي هنتكلم فيه. بس أنا حابب برضو أشوف من حضراتكم لو في أسئلة على الكلام اللي اتغطى. في شهادات للحضور، وزي ما قلت لحضراتكم في أول السيشن وحنقوله يعني هقول لحضراتكم التفاصيل إزاي في نهاية السيشن. إعادة ليد دايموند أوبن أكسس، we will cover it as well. في أسئلة عن حاجات specific هأجلها يمكن لآخر السيشن شوية، عن cases على journals على scopus أو بالنسبة لطلبة الماجستير والدكتوراه. أوكي طيب، مبدئيا كده إحنا مفيش أسئلة قوي على اللي فات، أكتر من مجرد استيضاح أكتر عن الدايموند أوبن أكسس. أوكي طيب، خلونا نتكلم على الاوبن اكسس مودلز بشكل عام. هنخش شويه نتكلم بتفاصيل اكتر شويه عن الدايموند اوبن اكسس والاي بي سيز بتاعته بتشتغل ازاي، ونبتدي نتكلم على النماذج الثانيه زي الدايموند والجرين والبرونز اوبن اكسس، وقصه الويفرز وامتى الجولد اوبن اكسس الويفرز بتاعته بتشتغل ازاي، ونبتدي نشوفهم مع بعض. طيب مبدئيا الجولد اوبن اكسس فكرته بشكل رئيسي انه الاوثر أو المؤلف بيدفع بيغطي تكلفة النشر، فالناشر بيتولى إنه المقال أول ما ينتج في شكله النهائي إنه يكون موجود على يستغل قوة المنصة بتاعت الناشر نفسه، وإنه يبقى موجود فورا و permanently وبالمجان للناس كلها إنها تقراه وتوصل له وتبتدي تبني عليه. في كتير من الحالات أو يعني في الأساس إنه تكلفة النشر دي بتتغطى من ميزانية تحت إيد الباحث، سواء كان ميزانية بيوفرها له الانستتيوشن بتاعه أو المؤسسة اللي هو تابع ليها أو جهة تمويلية بتمول البحث بتاعه. ويمكن بنلاقي إن جهات تمويلية كتيرة بقى لها اشتراطات على إنه لا، إحنا البحث بتاعنا اللي هتنشره من المشروع اللي أنت شغال فيه معانا لازم يتنشر جولد اوبن اكسس، واحنا هنغطي الاي بي سيز بتاعتك، يبقى بالتالي وانا بقدم المقترح التمويلي بتاعي او البروبوزل بتاع الجرانت ببقى حاطط بادجت لاين للنشر الجولد اوبن اكسس اللي انا هطلعه، لان هو ده طلب من الفاندنج الفاندر نفسه. وقد يكون اختيار شخصي لباحثين كتار جدا هم بيفضلوا لا انا افضل
انه انا انشر جول اوبن اكسس مش سبسكريبشن، عشان من فكره اتاحه معلوماتي على البلاتفورم بتاع الببلشر نفسه، زائد حاجات تانية تتعلق باللايسنسنج والكوبي رايت موديل اللي بيستخدم في الجولد اوبن اكسس مقابل السبسكريبشن موديل. فسواء كان هو مانديت او هو اختيار شخصي، this is in a nutshell how gold open access works. في الاخر المقال ده بيتم عمليه التحكيم بتاعته زيه زي التراديشنال، فكره انه لازم يبقى fully peer reviewed، انه يبقى متاح بالمجان على البلاتفورم بتاع الناشر نفسه، انه هو اي حد يقدر يشاركه، اي حد يقدر يقراه. وطبعا ده بيتعلق برضو على اليوزر لايسنس، اللي فيه اكتر من لايسنس تحت الجولد اوبن اكسس، والاوبن اكسس بيتغطى من الباحث او نيابه عن الباحث، ممكن يكون من الجهه التمويليه مباشره او من الانستتيوشن مباشره. وفي الاخر بيبقى في حاجه اسمها الكروس مارك. الكروس مارك دي مقصود بيها انه الارتكل لو اي حد يقدر ينشره، اي حد يقدر يحطه في اي حته اونلاين، افرضوا ان الارتكل الاصلي حصل فيه بعد النشر تعديل زي الراتا، زي كوريجندا، زي لا قدر الله ريتراكشن، الارتكل اتسحب، فازاي الارتكل اللي موجود في اي حته نقدر ان احنا، يعني انا الارتكل بالنسبه لي بقى اوبن اكسس وفي مساحه للشيرنج بتاعه، فانا ممكن الاقيه على اي ويب سايت في الدنيا. افرضوا ان الارتكل اتنشر مثلا مع الزفير، وانا لقيت الارتكل ده على اي ويب سايت تاني لان هو جولد اوبن اكسس والشيرنج بتاعه مسموح في اماكن تانية وكده، طب انا ازاي الارتكل اللي لقيته في حته تانية اقدر اتاكد انه ما اتنشرش لاحقا اي حاجه بتعدله زي الاراتا، زي الكورجندا، او زي الريتراكشن. فبالتالي بيبقى في لينك دايما موجود او علامه موجوده في البي دي اف اسمها الكروس مارك. الكروس مارك ده مقصود بيها انها بتقدر تتابع الابديتس اللي بتحصل على الببلشر بلاتفورم نفسه او على الموقع بتاع الناشر، بحيث ان لو اتنشر اي مصحح للارتكل نفسه زي الراتا او الكوريجندا او الريتراكشن اقدر ان انا اوصل له برضه. ويمكن اللينك الموجود عند حضراتكم تحت ده بيتكلم شويه عن قصه الكروس مارك، واللينك موجود باللغه العربيه. APCs بقى ايه قصتها؟ هي في الاخر زي ما قلنا ان الجورنال مش هيغطي تكلفته من قراء ولا من اشتراكات، الجورنال هيغطي تكلفته من المؤلفين نفسهم. احنا بنتكلم انه مثلا بالنسبه للالزفير الرينج بتاع APCs ممكن في حاجات بتبتدي من اول $150 و$200 all the way up لغايه $9,900 just to get one article published. طبعا في اعتبارات كتيره قوي ليه في تباين واسع في الاي بي سيز موجود كده. الاي بي سي بيدفع بعد ما البيبر تبقى اكسبتد. انا من الاول وانا بسبميت ببقى عارف يا اما الجورنال ده بيشتغل جولد اوبن اكسس بس، او الجورنال وانا بسبميت هيخيرني، بس في نهايه الاختيار في نهايه بعد عمليه التحكيم هيبقى ساعتها مستحق ان انا ادفع الاي بي سي عشان نكمل عمليه النشر ويبقى موجود اونلاين. طيب الاي بي سي ده بيتحدد على اساس ايه؟ نفتكر مره ثانيه ان الاي بي سي ده ان الجورنال قرر ان هو مش هيغطي تكلفته من اشتراكات القراء، بس هيغطي تكلفته من المؤلفين نفسهم. كل جورنال تكاليف كل جورنال مختلفه عن الثاني، في الكواليتي بتاعت الجورنال از فاكتور، الحجم الاديتوريال والتكنيكال بروسيسز اللي موجوده فيه، ومدى التعقيد اللي موجود في الاخراج الفني، او عدد الاديتورز وكم فول تايم اديتور موجود منهم وغيره. في اعتبارات كومبتيتيف وحاجات ليها علاقه بالماركت كونديشنز نفسها. وبعض الجورنالز ممكن يبقى لها ريفينيو ستريمز ثانيه، يعني احيانا بنشوف بعض الجورنالز البلاتفورم او الويب سايت بتاع جورنال مثلا بعينه في بعض الناشرين، ممكن يكون على سبيل المثال في ادز، ماشي، عاده بتبقى ادز ساينتفك وكل حاجه، بس في الاخر هو ريفينيو ستريم ثاني موجود للجورنال. حاجه كمان ان في جورنالز كتيره بيبقى الارتكلز اللي بتاعتها بتخش في برامج متخصصه تاكستراكت المعلومات منها، والبرامج المتخصصه دي بتكون بفلوس، زي مثلا في حاله الزفير حاجه زي جيوفاسيتس بيجمع المعلومات من مقالات ابحاث علوم الارض
خرائط جرافس مش عارف ايه وبيعمل لها ديجيتايزيشن وبيعمل لها جيوغرافيك ريفرنسنج علشان تشتغل على الجي اي اس سيستمز. فانا بالتالي بخش على جي اف اس بجيب خريطه في الجي اي اس فورمات احطها على برنامج الجي اي اس بتاعي تاخدت من ارتكل كان نشره جورنال. اصلا الجي اف اس مثلا بيتعامل مع السفير ووايلي وكم جمعيه علميه تانيين. فده في الاخر نوع من انواع الريفينيو ستريمز التانيه ان الموديل ان الجورنال ده الكونتنت بتاعه بينقله لحد بيقدر يجمعه بشكل تاني ويبيعه برضه. طيب هل كل الناس قادره انها تدفع الاي بي سي؟ لا. وعشان كده في بروجرام من سنه 2002 اكشلي بقى موجود انه الناس ممكن يكون عندها عائق في الاشتراكات على سبيل المثال في بعض الدول في السبسكريبشن موديل، ولو حابه تنشر اوبن اكسس فلازم يبقى لها معامله خاصه. ففي بروجرام موجود من 2002 اسمه ريسيرش فور لايف. ده فكرته انه تعاون ما بين اكتر من جهه امميه مع ناشرين كتار جدا منهم السفير وغيرها كتير. فكرتهم ان هم اتفقوا على انه هيقسموا دول العالم ذات الدخل المنخفض الى اثنين كاتيجوريز او فئتين، فئه تحصل على تخفيضات وفئه تحصل على على يعني بيزد على الكاتيجورايزيشن ده، يا اما ياخدوا 100% ويفر يا اما ياخدوا بارشل ويفر زي ما هنشوف مع حضراتكم. وفي بعض الحالات بيبقى فيه بنلاقي احيانا انه بعض الجهات التمويليه بيبقى لها اتفاقات خاصه مع جورنالز بحيث انه يبقى لهم حساب لوحدهم او يبقى لهم برايسنج لوحدهم في الاي بي سيز في القصه دي. طيب ايه قصه ريسيرش فور لايف؟ قال لك احنا عندنا الدول ذات الدخل المنخفض او المتوسط منخفض هنقسمها في العالم الى اثنين كاتيجوريز، جروب A جروب B. جروب A زي ما حضراتكم شايفين اللي باللون الازرق على السكرين، جروب B اللي موجود باللون الاورنج. كل الببلشرز اتفقوا على انه اللي موجودين في برنامج ريسيرش فور لايف اتفقوا على فكره انه الناس دي لازم يتقال لها سبيشال تريتمنت في القصه. السبيشال تريتمنت دي شكلها ايه؟ هتختلف من ناشر للتاني. بالنسبه للسفير قال لك احنا هنتعهد انه اي حد من الدول اللي باللون الازرق عايز ينشر جولد اوبن اكسس مش هناخد منه اي بي سي خالص. اوكي؟ فلما يكون عندي مجموعه مؤلفين على بيبر كلهم من دول جايه من الجروب A اللي باللون الازرق، في الاخر اوتوماتيكلي من جوه السبمشن بورتال بتاع السفير مش هيحتاج انه يدفع. هو لما هيقرا الافيليشن، هو الحسبه بالافيليشن مش بالجنسيه الفعليه، لما هيشوف ان كل الافيليشنز اللي موجوده في البيبر كلها جايه من دول اللي باللون الازرق اوتوماتيكلي مش هيطلب اي بي سي حتى لو هم عايزين ينشروا جولد اوبن اكسس. الدول الجروب بي، يمكن كان زمان الدول الازرق بتاخد 50% اي بي سي ويفر، والدول اللي بالبرتقاني اللي هي منهم مصر بتاخد 25% اي بي سي ويفر. ده اتغير فيري ريسنتلي، فبقى الازرق 100% ويفر وزودنا الويفر دي او نسبه التخفيض او الويفنج اللي موجوده للدول الجروب بي كونتريز انها تبقى 50%. يعني انا لو هنشر في جورنال الاي بي سي بتاعه في العادي 2000 دولار وانا باحث من مصر وكل الكولابوريتورز بتوعي من مصر او من دول ثانيه باللون البرتقالي هيبقى في الاخر هاخد اوتوماتيك من جوه البورتال لما يجي يقول لي على الاي بي سي في الاخر هيقول لي ان الاي بي سي بتاعك 2000 دولار عشان انت جروب بي. طيب لو الباحثين حبه منهم من جروب A وحبه من جروب B يبقى هينطبق ال 50% عليهم. اخر حاجه ان لو في افيليشن موجود في البيبر من خارج جروب A وجروب B مفيش ويفر هيبقى موجود. اوكي؟ كامثله كده سريعه، احنا عندنا كورسبوندنج اوثر من افغانستان والمؤلفين اللي معاه من الكونغو ونيبال وزامبيا كلهم جروب A، يبقى اوتوماتيكلي على السبمشن بورتال بتاع السفير 100%. عندنا باحث من البانيا والمؤلف والكوثرز اللي معاه من الجيريا بوتسوانا وفيتنام كلهم جروب B، يبقى ياخد 50%. مثال ثالث الكورسبوندنج اوثر من افغانستان فهو جروب A بس معاه كوثرز من البانيا والكونغو ونيبال وبوتسوانا اللي هم جروب A على جروب B، يبقى في الاخر هيبقى 50% APC discount.
والمثال انه الكورسبوندنج اوثر برضو كان من افغانستان اللي هي جروب A، بس معاه كو اوثرز في افيليشن من الافيليشنز اللي موجوده في البيبر من امريكا اللي هي مش ريسيرش فور لايف كونتري، يبقى ساعتها مش هيبقى فيه ويفر هيتحط. البوليسيز بتاعت ازاي كل ببلشر في الاي بي سيز، هتلاقي انه في اغلبيه الببلشرز اللي هم موجودين في ريسيرش فور لايف بروجرام هتلاقيهم ان هم حاطين تعامل مستقل في الاي بي سيز لجروب A وجروب B كونتريز، ممكن يبقى فيه مساحات متباين فيه زي ما اتحركم يمكن لغايه وقت مش بعيد كانت السفير بتدي 50% لجروب A و25% لجروب B، ده تم زيادته ل 50% ريسنتلي. طيب ازاي انا بطلب لو انا عايز انشر مثلا مع السفير ازاي بطلب ده؟ السفير عملت ده انتجريتد في الاونلاين اوثر كوميونيكيشن سيستم او اللي هو البورتال اللي حضرتك بتعمل عليه سبمشن للبيبر، مجرد ان هو بيقرا الكونتري بتاعت الكورسبوندنج اوثر والكو اوثرز. مره ثانيه احنا بنتكلم على افيليشنز مش جنسيات، ماشي؟ فبالتالي انه هيبقى اوتوماتيك مش محتاج يعمل اي حاجه، هتلاقي الويفر بقى انتجريتد معاه في السبمشن بروسيس نفسها. ده جولد اوبن اكسس، لو انا عايز انشر جولد اوبن اكسس سواء كان الجورنال شغال بيورلي جولد اوبن اكسس او الجورنال هايبريد اللي هو بيديني اختيارين السبسكريبشن او الجولد اوبن اكسس. ففي حاله ان الجورنال بيورلي او فولي جولد اوبن اكسس او الجورنال هايبريد وانا اخترت الجولد اوبن اكسس فيبقى هايبريد جولد تشويس، في كلتا الحالتين هيبقى في اي بي سي. بس احنا زي ما قلنا لحضراتكم في الوان ثانيه للاوبن اكسس. الجرين اوبن اكسس فكرته باختصار ان هو سبسكريبشن موديل، الارتكل بينشر تحت نموذج الاشتراكات، الجورنال مش هيجمع فلوس من المؤلف، الجورنال هيجمع فلوس من الاشتراكات اللي طالعه من من الاشتراكات بتاعته اللي بيديها للمؤسسات المختلفه على العالم. اوكي، فبالتالي الاوثر داز نوت باي في السبسكريبشن موديل. الجرين اوبن اكسس هي بوليسي او اوبشن اتحط على السبسكريبشن موديل ان يبقى فيه مساحه من اتاحه المعلومه الموجوده. جه قال لك ايه؟ قال لك طيب هو الفكره احنا عايزين نوصل ايه في الاوبن اكسس؟ انا ما عنديش، انا كباحث مش هيبقى مناسب ليا ان انا اختار جولد اوبشن سواء كان فولي جولد او هايبريد جولد جورنال، خلاص؟ انا مش هقدر، مش مناسب ليا الموديل ده، بس انا في نفس الوقت عايز الكلام اللي انا بقوله انه يبقى الناس كلها تقدر تشوفه. لو انا بنشر مع ببلشر زي السفير فكده كده اوريدي اصلا millions of researchers they have subscriptions، عندهم اشتراكات عن طريق المؤسسات بتاعتهم، اشتراكات واسعه والفيزيبيليتي عاليه جدا، بس انا عايز اوصل بالمعلومه بتاعتي لحتى الناس اللي ما عندهاش اشتراكات والناس العاديه انها تقدر توصل للمعلومه اللي انا نشرتها. قال لك ايه الفكره؟ طيب قال لك بص، خلينا نتفق على انه انت بتدور على اتاحه محتوى للكلام اللي انت قلته. قال لك طيب احنا خلينا نتفق مع بعض ان المتن النهائي للبيبر بعد التحكيم ده لو بقى اكسسبل للناس، ده كده معناه ان الناس وصلوا للمعلومه اللي عندك، مش بغض النظر عن انه يبقى في نفس شكل المقال اللي موجود في الجورنال، احنا بنتكلم على المتن او المحتوى نفسه. قال لك طيب في حاله الجرين اوبن اكسس الاوثر هيبقى من حقه انه ينشر او يضيف اللي هو بنسميه يضيف للريبوزيتوري او يسلف اركايف الارتكل بتاعه بحيث انه يبقى يمكن الوصول اليه اونلاين خارج موقع الببلشر نفسه، يبقى من حقه يحط المحتوى النهائي لاخر نسخه تم تحكيمها اللي هي الاكسبتد مانسكريبت بعد ما اللي هي النسخه اللي طلعت من عمليه التحكيم، يبقى انا من حقي انا كاوثر ان انا انشرها بره البلاتفورم بتاع الببلشر بعد مرور فتره معينه. يعني ايه؟ يعني انا نشرت ارتكل سبسكريبشن وما في السبسكريبشن موديل انا ما شلتش التكلفه، والتكلفه هتتغطى في الاخر من اشتراكات الجورنال ده. اوكي، فانا الجورنال بيديني جرين اوبن اكسس اوبشن، معناه ان انا بعد مرور فتره معينه، انا هسيب let's say الفتره دي سنه، يبقى بعد مرور سنه الجورنال كده كده المحتوى البيبر بتاعتي موجوده عند الببلشر بلاتفورم للناس اللي عندها اشتراكات. بعد مرور الفتره دي اللي هي let's say مثلا 12 شهر اللي هي بنسميها الامبارجو بيريد، انا هيبقى من حقي ان انا اخد المسوده النهائيه اللي طالعه من التحكيم اللي هي الاكسبتد مانوسكريبت
واقدر احطها على بلاتفورم اونلاين يبقى الناس تقدر توصل لها وتقرا نفس المحتوى بالظبط اللي موجود في البي دي اف بتاع الببلشر، حتى لو شكلهم يعني حتى لو هو فنيا شكلهم مش واحد بس هو نفس المحتوى ونفس الكلام موجود هنا. ده اسمه الجرين اوبن اكسس. الفكره في الاخر انه ده اللي بيقوم بيه الاوثر نفسه باتفاق مع الناشر بتاعه ان هو بعد مرور فتره هيتيح الاوثر من حقه ان هو يتيح المحتوى اللي كان نشره مع الناشر بعد عمليه التحكيم انه يبقى موجود اونلاين او ما يطلق عليه الاكسبتد مانسكريبت. اوكي طيب فتره الحظر دي بتبقى قد ايه؟ فتره الحظر دي هي الفتره الفعليه اللي الجورنال هيحاول يغطي فيها تكلفته. اوكي تتراوح يعني مثلا بالنسبه للالزفير في حاجات قليله بتبقى بتبتدي من 6 شهور لحاجات قليله بتوصل لمرحله كبيره بتاعه 36 شهر. في الاغلب احنا بنتكلم على انه معظم الجورنالز مثلا في الزفير الجرين اوبن اكسس امبارجو بتاعها من 12 ل 24 شهر. في الاخر الجرين اوبن اكسس هو سبسكريبشن موديل، فانا مش هتحمل تكلفه ما فيش فيه انا هتكلفها خالص، وانا هبقى مسؤول كاوثر ان انا ادي انا الفري بابليك اكسس للناس لنسخه الاكسبتد مانوسكريبت، وفي الاخر انه بيبقى معايا مساحه واسعه لاستخدام الاكسبتد مانوسكريبت بعد فتره الحظر. وفي بعض الحالات انا ممكن اشير الاكسبتد مانوسكريبت بتاعت ارتكل فولي في ارتكل سبسكريبشن وقت النشر نفسه. اوكي وهتكلم عنها دي، بس هو الاساس في الجرين اوبن اكسس ان احنا بننتظر فتره الحظر او الامبارجو بيريود بتاعتها. اوكي طيب فما بين الجرين وما بين الجولد الجورنالز بقى بتشتغل ازاي؟ قال لك زي ما قلت لكم من شويه انه في جورنالز فولي جولد دي ما بتشتغلش غير جولد اوبن اكسس، مفيش اي اوبشن ان انا ابلش في الجورنال ده غير عن طريق جولد اوبن اكسس موديل. دايما في اي بي سي، سواء بقى الاي بي سي ده ليا الريسيرش فور لايف ويفر اللي هو بالنسبه لمصر 50% او انا ممكن اتواصل مع الاديتور بحيث انه الاديتورز احيانا بيبقوا قادرين ان هم يعملوا سبيشال اكسبشنز انه يقدر يديني ويفر اكتر من ال 50%، بس باي ذا اند اوف ذا داي الموديل ده بيشتغل بالاي بي سيز. الجورنال فولي جولد اوبن اكسس بيشتغل اي بي سيز بس، ما عندوش مش بيطلع سبسكريبشنز وما هوش جزء من اي سبسكريبشنز، ما فيش دخل غير الاي بي سيز بشكل رئيسي، وبيبقى الجورنال متاح كل الارتكلز وكل الايشوز بتاعته متاحه بالمجان من اول يوم لنشرها. اوكي طيب الفولي جولد اوبن اكسس جورنالز في سبيشال كاتيجوريز اتعملت منها، انه بعض الناشرين مثلا كان عنده جورنال مشهور او قوي قوي وشغال سبسكريبشن فقرر انه يعمل اخوه او ميرور جورنال لي او سيستر جورنال انه يبقى جولد اوبن اكسس. طيب انا عندي مثلا جورنال سيل مثلا بتاع بيولوجي وقدام منه سيل ريبورتس مثلا، ده على سبيل المثال. الفكره ان يبقى في جورنال سيستر جورنال ويل استابليشد سبسكريبشن جورنال بقى فولي جولد اوبن اكسس. الابروتش ده اتعمل من من الزفير ومن ناشرين كتار ان يبقى جورنال سبسكريبشن موجود وفي بارلل ليه جورنال يتاسس جديد يبقى جولد اوبن اكسس بنفس المنهجيه بتاعته. السبيشال كاتيجوري الثانيه هي الدايموند او السبسيدايزد جولد اوبن اكسس جورنال زي ما قلت لحضراتكم من شويه. الفكره انه في جهه ثالثه هي بتدعم الجورنال من بره، بمعنى انه اي اوثر هيحط البيبر بتاعته مع الجورنال ده مش هيدفع مش هيغطي هو الاي بي سي، هو زي الجولد اوبن اكسس بس الاي بي سي مش هيجي لا من الاوثر ولا من الميزانيات اللي وراه سواء كانت بتاعت المشروع البحثي بتاعه، لا ده في جهه ثالثه بتدعم كل الاي بي سيز للجورنال ده. اوكي ويمكن دول عندنا منهم في مصر وفي جورنالز منهم مصريه بتنشر مع الزفير بالطريقه دي. اوكي وفي الاخر الجورنال كجولد اوبن اكسس فهو متاح للناس كلها. طيب بالنسبه للسبسكريبشن انا الموديل الثاني اللي انا كاوثر مش مطلوب مني فيه اي بي سي لان تغطيه التكلفه بتيجي من اشتراكات القراء. طيب اول حاجه هي فكره الهايبريد جورنالز. الهايبريد جورنالز هي جورنالز سبسكريبشن بالاساس
وبتقول لك والله الارتكل بتاع حضرتك لو حضرتك محتاج تخليه جولد اوبن اكسس اهلا وسهلا اتفضل. ففي هايبريد ابتيك للجورنالز او جولد هايبريد جولد ابتيك للجورنال هو كان سبسكريبشن بس بيديني الاوبشن ده او بيتيحه ليا بجانب اوبشن السبسكريبشن العادي اللي موجود. في جورنالز هي سبسكريبشن اكسكلوسيفلي ما بتنشرش الا سبسكريبشن وما بتنشرش اوبن اكسس او جولد اوبن اكسس الا باستثناءات بتتعمل بناء على اتفاقات مع ببلش مع مع فاندنج بودي بعينها. اوكي يعني في جورنال تروح تقول لهم انا عايز اديكم اي بي سي يقول لك لا احنا ما بنقبلش اي بي سيز وما بننشرش جولد اوبن اكسس غير لبناء غير لو انت في اتفاقيه ما بين الجهه اللي بتمولك وما بين الجورنال ده وهنعمل لك استثناء ساعتها ان احنا ناخد منك الاي بي سي وعدد الاي بي سي هيبقى رقم كبير جدا. اوكي ان هو الجورنال ده بتاع سبسكريبشن بالاساس. اوكي النقطه الثالثه هي جورنال في جورنالز اسمها الاوبن اركايف ليها اوبن اركايف بوليسي او الديليد اوبن اكسس وده نوع من انواع البرونز اوبن اكسس. ايه بقى قصه البرونز ده؟ احنا قلنا جولد وجرين ودايموند. ايه قصه البرونز؟ البرونز معناه ان الببلشر عنده ارتكل سبسكريبشن والببلشر هيقرر لسبب او لاخر ان يدي اكسس مؤقت او بيرمننت اوبن للارتكل ده. اوكي ففي جورنالز مثلا في السفير حوالي 140 جورنال اكشلي في السفير بيقول لك انه احنا بننشر هننشر البيبرز السبسكريبشن اللي عندنا بعد مرور فتره ملهاش علاقه بالجرين اوبن اكسس بقى فتره ثانيه احنا كببلشر كجورنال نفسه المقاله هتتقلب انها تبقى مفتوحه للناس كلها على طول. يعني مثال جت مثلا في جورنال مثلا يجي يقول لك ان انا اي حاجه عندي عدى عليها 48 شهر اللي هو اربع سنين اي ارتكل عندي عدى عليه اربع سنين انا بحطه على البلاتفورم عندي مفتوح. اوكي في جورنالز ثانيه بتقول لك انا اي ارتكل سبسكريبشن عندي عدى عليه 12 شهر هيبقى مفتوح للناس كلها. اوكي ففي ده هنا الفرق ما بينه وما بين الجرين اوبن اكسس ان الببلشر هو اللي عمل ده مش الاوثر. الاوثر لما هو اللي بيعمل سيلف اركايفنج ويحط البيبر المسوده النهائيه في اي ويب سايتس بره الببلشر ده الجرين اوبن اكسس والامبارجو بتاعه وليه امبارجو بتاعه. في الديليد اوبن اكسس او الاوبن اركايف او البرونز اوبن اكسس في الحاله دي انه الجورنال بيقرر انه بعد مرور فتره انه هيقلب الارتكل ده هيبقى مفتوح للناس كلها وخلاص مش هنحصل مش هنبقى محتاجين اشتراكات الناس مش هتبقى محتاجه اشتراكات عشان تقدر توصل. اوكي وزي ما قلت لكم الاوبن اركايف بوليسي مثلا بتاع جورنالز السفير من 12 ل 48 شهر في هو في الاخر الديليد اوبن اكسس جزء من فكره البرونز. البرونز معناه انه مره ثانيه الارتكل ببلشد از سبسكريبشن موديل تكلفته بتتغطى من الاشتراكات بس الببلشر هيقرر انه يفتحه فور جود بعد فتره اللي هو زي الديليد اوبن اكسس او ان هو ممكن يديله تمبرري فري اكسس لفتره معينه لظروف ما. يعني كمثال لما جت الكوفيد كل الناشرين جم التزموا في فتره البانديميك انه احنا الارتكلز تبقى سواء منشوره بقى فري منشوره جولد منشوره سوري منشوره سبسكريبشن منشوره جولد منشوره اي حاجه انها تبقى اكسسبل للناس كلها لفتره البانديميك لفتره معينه في البانديميك. اوكي فده اسمه برونز اوبن اكسس لانه ده فري اكسس بشروط مش عشان الببلشر عليه التزام تجاه الاوثر زي الجولد اوبن اكسس او الدايموند لا هو ده من الاخر عشان الببلشر شاف ان المصلحه العامه بتقتضي ان للفتره دي ان احنا نفتح الارتكلز دي سواء كان لفتره تمبرري او لفتره دايمه. وفي جورنالز بتلتزم بده كبوليسي زي ما قلت لكم حوالي 140 جورنال في السفير قال لك اي ارتكل هيعدي عليه فتره معينه انا هفتحه للناس كلها انه يبقى مفتوح للناس كلها. في الاخر القصه هي مبدا اختيار. احنا بالنسبه لنا كمثلا كالزفير وهتلاقوا اغلب الناشرين عندهم نفس الفكره هي الفكره ان حضرتك من حقك بالكامل انك تختار ايه اللي يناسب احتياجات حضرتك والاولويات اللي عندك. لو حضرتك بتنشر سبسكريبشن في اي جورنال من جورنالز الزفير ف 100% of all Elsevier subscription articles ليها green open access policy فبالتالي حضرتك you can share the accepted manuscript بعد الامبارجو بحيث الناس تقدر توصل نفس المحتوى اللي كان موجود في الجورنال نفسه.
لو حضرتك عايز تنشر جولد اوبن اكسس والارتكل بتاعك يبقى فيه على ساينس دايركت فروم داي 1 permanently, يبقى you can choose the gold open access option, either ان في جورنالز بتشتغل جولد اوبن اكسس بس 500, واكشلي العدد زاد دلوقتي يمكن وصلوا ل 600, دي جورنالز شغاله بيورلي جولد اوبن اكسس, او ان انا ممكن اروح لاي جورنال من الهايبريد واختار انا هنشر سبسكريبشن ويبقى من وراه جرين اوبن اكسس, او في الهايبريد جورنال هنشر جولد اوبن اكسس. اوكي, وفي زي ما قلنا في جورنال سبسيدايزد جولد اوبن اكسس اللي هي الدايموند اوبن اكسس, وحوري حضراتكم امثله منهم من اللي موجود في مصر. طيب سريعا كده مجرد بص الارقام كده عند Elsevier شكلها ايه في القصه دي. احنا بنتكلم على انه Elsevier عندها 49,000 اوبن اكسس ارتكل, معدل النمو في الجولد اوبن اكسس فوق ال 40%, اكتر من 90% من الجورنالز بتاعتها فيها جولد اوبن اكسس اوبشن, سواء كان هو الاوبشن الاساس ان هو في الهايبريد جورنالز. احنا عندنا حوالي 1900 جورنال هايبريد يعني بنشوف سبسكريبشن او جولد, وحوالي 500 زادوا دلوقتي بجورنالز جديده بقى 600 بينشروا جولد اوبن اكسس بس. 140 جورنال منهم بينشروا ليهم اوبن اركايف بوليسي, يعني بعد فتره الارتكل حتى لو سبسكريبشن بيبقى عند الببلشر نفسه بيقلب لي بيقلب ان هو يبقى اوبنلي اكسسبل. حاجه برضو مهمه يعني الجراف ده كده لطيف شويه بالنسبه للناس بتسال, طب انا لو انا جورنال بيديني الاثنين اوبشنز سبسكريبشن او جولد اوبن اكسس, مش ده معناه انه انا لما احط جولد اوبن اكسس يبقى هو ده الاساس او هو ده اللي هيبقى ده اللي اكشلي ما هيبقوا مش عايزين الناس تحطوا سبسكريبشن؟ اكشلي ذاتس نوت ريلي ذا كيس. بالنسبه لمحتوى الارتكلز اللي بتنشره Elsevier سنويا في السبسكريبشن جورنالز بتوعها اللي هم بنسميهم فريدم كولكشن, الجزء الذهبي اللي فوق الصغير ده هو محتوى قد ايه نسبه قد ايه من الجورنالز دي actually are gold open access article. فعادة بنلاقي ان معظم الناس لما بيقدموا من two options اغلب الناس بيختاروا subscription model. بس التزمنا في الاخر ان يبقى معاكم الاختيارات كلها, نحاول نبروفايد اكتر من model اكتر من وسيلة, نحاول نحقق توازن ما بين الاولويات والميزانية اللي مع الباحث وكده ومع فكرة الاتاحة للمعلومة في الوقت نفسه. بالنسبه للجورنالز المصريه اللي بتنشر بالتعاون مع Elsevier, حاليا في حوالي 10 جورنالز من مؤسسات مصريه Elsevier بتتولى نشرها, ففي 3 منهم شغالين جولد اوبن اكسس, الجورنال بتاعه جامعه القاهره جورنال اوف ادفانسد ريسيرش دي مالتي ديسيبلينري Q1 على سكوبس 95th برسنتايل, فهي توب 10% كمان في المالتي ديسيبلينري جورنالز, بتنشر هندسه صيدله زراعه اتسترا فيلدز كتيره جدا, وبتملكها جامعة القاهرة. في برضو 2 جورنالز في الهندسة لجامعة اسكندرية ولجامعة عين شمس, برضو الاثنين تصنيفهم على سكوبس ان هم Q1 جورنالز. بالنسبة دي جورنالز الدايموند اوبن اكسس, زي ما قلت لكم في جورنالز مصرية, في 6 جورنالز من مصر بينشروا بالتعاون مع Elsevier under the diamond open access. معناه ايه الكلام ده؟ ان انا الجورنالز دي لو انا رايح انشر البحث بتاعي فيها انا مش هدفع APC. الـ APCs بتتغطى بالتعاون بالمؤسسات صاحبة الجورنالز اللي بتنشرها مع Elsevier, هي اللي بتغطي التكلفة ساعتها عن طريق أكاديمية البحث العلمي. اوكي؟ فالجورنالز دي هتلاقيها مش هتطلب اي بي سيز, بعض الجورنالز دي ممكن تطلب رسوم رمزيه فور بروسيسنج, ماشي هنبقى بنتكلم على مبلغ رمزي لكن ما هواش اي بي سي في الاخر, ما هواش ارتكل ببلشنج تشارج من الارقام الكبيره اللي بنشوفها في الاي بي سيز. ففي الاخر الجورنالز دي اتس ايذر كومبليتلي فري او برسوم رمزيه ان انا انشر فيها, لانه في الاخر بالنسبه للزفير احنا التكلفه من عندنا متغطيه من جانب
الجهة الدعمة أو الجهة اللي بتدعم النشر في الجورنالز دي اللي هي أكاديمية البحث العلمي. فزي ما حضراتكم شايفين المركز الاستشارة عن بعد، كلية حاسبات ومعلومات وذكاء صناعي القاهرة، كلية زراعة جامعة عين شمس، معهد بحوث البترول، معهد علوم معهد بحوث البحار والمحيطات، والجمعية المصرية للريوماتيك ديزيز. كلهم عليهم جورنالز مع إلسفير، ليهم كوارتايلز مختلفة، أغلبهم هتلاقيهم Q1 أو Q1 جورنالز في الفيلدز بتاعتهم، ويمكن برضو باين قدام حضراتكم on screen السبجكت areas دي. في الآخر جورنالز مش هتحصل APCs ومش هتحصل subscriptions، هي في الآخر في جهة بتدعم النشر في الجورنالز دي. اوكي، برضو من الأمثلة الشهيرة لقصة الدايموند أوبن أكسس في مجال البارتكل فيزيكس. معظم الجورنالز اللي شغالة في مجالات البارتكل فيزيكس اكشلي ليها جهات البحثية بتدعمها، فبالتالي معظمها بيشتغل بطريقة الدايموند أوبن أكسس على سبيل المثال. طيب ماذا وراء إلسفير، أو يعني لو خرجنا برا دائرة إلسفير إيه اللي موجود تاني في بقية الببلشنج بالنسبة لقصص الأوبن أكسس دي؟ لو جينا بصينا هنا ده جلوبالي كده الترندز الموجودة، معدلات الزيادة، هنلاقي إنه في معدلات زيادة أوفرول في النشر السبسكريبشن أرتكلز، سواء كان هايبريد سبسكريبشن منشور في هايبريد جورنال او منشور في بيور سبسكريبشن جورنال اللي هم بقوا قله جدا دلوقتي. الجولد فمعدل يعني معدل الزياده بسيط بالنسبه للسبسكريبشن ارتكل سنه ورا سنه. معظم الزياده بتحصل او البوم حاصله في الجولد اوبن اكسس ببلشنج، سواء كان هايبريد جورنال او سبسيدايزد او دايموند يعني او فولي جولد اوبن اكسس جورنالز. سكوبس دلوقتي، بما ان سكوبس هي قاعدة بيانات موجودة عند إلسفير بتجمع داتا من اكتر من 24,000 جورنال من اكتر من 5,000 ببلشر، وبالتالي سكوبس هو بيجمع معلومات عن كل ريسيرش تقريبا اللي بيحصل من جورنالز يمكن الوثوق فيها according to the content selection advisory board بتاع سكوبس. الاخر هو مكان كويس جدا ان انا اشوف الاوفرولز، و طبعا احنا يمكن في تريننجز كتير اتكلمنا ازاي استخدم سكوبس في الريسيرش بتاعنا، بس فور ذا سيك اوف ذس سيشن هير ان انا اقدر اعمل سكوبس دلوقتي اضاف فلترز ان انا اقدر اعمل سيرش اكروس ال 5000 ببلشر بال 24,000 جورنال بتوعهم دول، ان انا اشوف ايه شكل النشر بالنسبه للارتكلز كاوبن اكسس باشكاله. فبقى في فلترز موجوده في سكوبس للتمييز ما بين الجولد، الهايبريد جولد، جرين اوبن اكسس، والبرونز اوبن اكسس. والجرين اوبن اكسس من التعريفات الحلوه فري تو ريد ات ريبوزيتوري او موقع بيستخدمه الباحث. البرونز اوبن اكسس اتس فري تو ريد ات ا ببلشر، بس هو ما اتنشرش جولد بالاساس. اوكي، خلي بالنا ان الجولد اوبن اكسس هيخش تحت منه الدايموند اوبن اكسس. اوكي، طيب الفلترز برضو لو حد بيستخدم الادفانسد سيرش دي مجموعه كوماندز ممكن تعمل فلتريشن بقى اكتر شويه تميز ما بين انواع الجرين اوبن اكسس، هل دي الاكسبتد مانوسكريبت ولا في بعض الكيسز ممكن اقدر احط الفاينل ارتكل ان ريبوزيتوري مع بعض الريستريكشنز مع الببلشر نفسه. اوفرول كده كاحصائيات كده من سكوبس على ايه اللي حاصل في الدنيا، لو جينا بصينا اول تايم في الرسمه اللي على الشمال هنلاقي انه 74% من الارتكلز اللي اتنشرت على مدار التاريخ ار سبسكريبشن ارتكلز، 26% ار اوبن اكسس وان واي اور انذر. طب اوبن اكسس ازاي؟ ده معناه ان الارتكل بيتضاف عليه زي فلاج او ماركر على سكوبس ان هو الارتكل ده ممكن يبقى سبسكريبشن بس في نسخه جرين اوبن اكسس متاحه اونلاين في مكان ما، فهيبقى محطوط عليه فلاج ان هو جرين اوبن اكسس. هنا 74% دي ارتكلز ما لهاش اي نوع من انواع الفلاجز او الماركرز لاي حاجه اوبن اكسس، 26% دول عليهم ماركرز مختلفه للاوبن اكسس as it was able to be detected. ماشي، هنلاقي انه اغلبهم يعني نص تقريبا الارتكلز اللي ليها اوبن اكسس ماركر هتلاقي ان هو جرين اوبن اكسس بالاساس. هنلاقي انه 7% منهم برونز اوبن اكسس، يعني الببلشر مع ان هو ما نشرهاش جولد اوبن اكسس اصلا فتحها. 1% ار هايبريد ابتيك، يعني الجورنال ادى الاوثر الاختيارين فهو اختار الجولد اوبن اكسس. و5% اتنشر في الجورنال ما بينشرش غير جولد اوبن اكسس. طب ده على مدار التاريخ كله، لان سكوبس قاعده بيانات راجعه لزمان قوي بتجمع داتا من زمان جدا. أه
الناحية التانية لو جينا بصينا على 2020 2021 و2022 اي يعني 2020 واي مقالات اتنشرت او جدولت للنشر في 2021 و2022 وجينا بصينا على ايه اللي حصل اخر سنه، يمكن السنه اللي فاتت دي it was very exceptional لانه معظم البابليكيشنز اللي كانت على الكوفيد كانت محطوطه ضمن البرونز اوبن اكسس، فهلاقي ان البرونز نسبته كبيره وفي حاجات كتيره قوي جورنالز كتيره برضو من جولد اوبن اكسس كانت بتتوسع جدا في الويفرز فيما له علاقه بالكوفيد، مع انها سنه اكسبشنال شويه بس برضو العلامات هنا برضو مفيده. هنلاقي انه 47% من الارتكلز دلوقتي اللي محطوطه على سكوبس لاخر سنه ليها اوبن اكسس ماركر، معظمهم جاي من مازال من الجرين اوبن اكسس، يعني هو كان سبسكريبشن والاوثر هو اللي قرر ان هو والاوثر هو اللي قرر انه يحط سيلف اركايف المانوسكريبت بتاعته اونلاين انها تبقى متاحه للناس انه يوصلوا لها. 8% معناه ان هو الارتكل سبسكريبشن بس الببلشر اتاحه سواء مؤقت او دايم. 4% ار هايبريد ابتيك. 17% معدل الزياده في الاوبن اكسس في الجولد موجود عالي بس مازال السواد الاعظم من النشر مازال بيتم تحت نموذج السبسكريبشن لغايه دلوقتي. طيب اخر سؤال هنبص عليه، فكره انا اشير الارتكل بتاعي ازاي. مهم ان احنا نفهم ان الارتكل بيمر بثلاث مراحل رئيسيه. المرحله الاولانيه هي البريكتنت. البريكتنت الاوثر جهز الارتكل وبعته دي الاديتور، دي النسخه المسوده الاولانيه تماما اللي هي قبل ما نخش الجورنال اصلا اسمها البريكتنت. لما انا دخلت المانوسكريبت بتاعتي البريبرنت دخلت اتقبلت من الاديتور انها تخش تحكيم، دخلت تحكيم جالي اول مجموعه تعليقات من الريفيورز، فانا رجعت لي تعليقات الريفيورز وابتديت اشتغل ان انا احسن النسخه او اعمل ريفيجن للمانوسكريبت بتاعتي بناء على تعليقات المحكمين. فيبقى بالتالي بقى في نسخه ثانيه دلوقتي بقى اسمها ريفايزد مانوسكريبت. الريفايزد مانوسكريبت دي هبعتها للاوثرز، هبعتها سوري للاديتور، الاديتور يبعتها للريفيورز يقولوا لي تعليقات تانية فهم راجعها تاني، يبقى في نسخه مراجعه رقم 2 نسخه مراجعه رقم 3 as long as it takes لغايه لما في الاخر المحكمين قالوا لا خلاص كده تمام ما عندناش طلبات تعديلات تانية، والاديتور قرر انه خلاص كده تم وي كونكلودد عمليه التحكيم ودي بقت النسخه النهائيه للارتكل. ننتقل لمرحله الارتكل برودكشن بروسيس، فبقى بالتالي دي المسوده النهائيه للبيبر بقى زي ما بعد كده هتخش في عملية النشر نفسها. المسودة النهائية بعد عملية التحكيم دي هيبقى فيها نفس المتن بتاع الارتكل اللي هشوفه على موقع النشر. اوكي؟ فدي بنسميها الاكسبتد مانوسكريبت. الحالة التالتة ان الارتكل ان بقى الببلشر هيخش يعمل الانهانسمنتس بتاعته، الكوبي اديتنج، الفورماتنج، الميتا داتا انهانسمنت، البيجينيشن، الاونلاين انريتشمنت وغيره، بحيث ان الارتكل بقى موجود اونلاين في شكل HTML وفي شكل PDF وغيره. ده النسخة اللي في الآخر اللي موجودة على موقع الناشر سواء كان Elsevier سواء كان غيره، الآخر ده اللي موجود في الناحية التانية. أوكي؟ طيب فدول الثلاث مراحل الرئيسية بالنسبة لأي أرتكل. الشارينج بتاع أرتكل أو أنا أقدر أشير إيه معتمد على معتمد على المرحلة اللي احنا بنتكلم عليها في البيبر نفسها. اوكي؟ طيب لو انا بتكلم على preprint مبدئيا preprint دي شغل الاوثر نفسه، مفيش حد دخل الاوثر هم اللي طلعوا البيبر دي، مفيش حد لا جورنال لا الاديتور ولا الريفيور ولا اي حد لسه اضاف ولا الببلشنج في الجورنال مش اي حد اضاف اليها لسه، نسخة البريبرنت هي ملك للاوثر نفسه. You can share your preprint anytime anywhere. Okay. ولو انت حاطط preprint بتحطها في بلاتفورمز كتيره بقت موجوده دلوقتي انك تقدر تحط البريبرنت بتاعتك عليها زي اركايف زي ريبك زي اس اس ار ان زي غيره، بقى في ويب سايتس كامله قائمه لفكره ان الناس تنشر المسودات الاوليه من البحث بتاعها. طبعا it's very important ان احنا لو انا كقارئ بتعامل مع preprint ابقى فاهم انها نسخه مش محكمه وبالتالي انا ما اقدرش يعني لازم اقراها بعين نقديه قوي لان هي لسه ما فيش حد عمل لها peer review او عمل لها check نفسه. اوكي؟
الاستثناء الوحيد لقاعدة البريبرنس دي مش جاي من الناشرين نفسهم. الاستثناء الوحيد ان بعض الجورنالز بيبقى لها سياسات مختلفة شوية في قصة البريبرنس. مثال على ده الجورنالز اللي بتشتغل بين دبل بلايند بي ريفيو. يعني دبل بلايند بي ريفيو؟ انا الطبيعي في البي ريفيو ان انا كأوثر لما ببعت البيبر بتاعتي تتحكم، ببعت الاديتور، الاديتور مفروض ان هو بيشوف مين المحكمين اللي يقدروا يحكموا البيبر بتاعتي ويبعت لهم. انا كأوثر مش هعرف مين البي ريفيورز دول، اوكي؟ فبالتالي هما لما هيكتبوا التعليقات هيجي لي التعليق ان ريفيور واحد قال، ريفيور اتنين قال، ريفيور تلاتة قال، وشكرا، اوكي؟ بس هما عارفين انا كأوثر انا مين، جات لهم البيبر بتاعتي بالكامل. في بعض الجورنالز بتشتغل دبل بلايند، بمعنى انه ريفيور بتجيله بيبر ومبقاش مكتوب عليها اسم الأوثر بتاعها، اوكي؟ طبعا في الحاله دي انه الجورنال لو بيعبني على الريفيور مين الأوثر اصلا، ما ينفعش انا في وسط الكلام اقول ان انا زي ما نشرت في بحث سابق ليا في المرجع رقم 12 في البيبر ان انا احنا قلنا كذا 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 في تجربه قبل كده، اللي هو ما يبقاش الريفيور وهو بيقرا عارف يستدل على شخصيه الاوثر من القرايه. فبالادعى ان ما يبقاش نفس النسخه اللي هو بيحكمها ومتعمي عليه مين الاوثر بتاعها انها تبقى موجوده اونلاين على ويب سايت، انه لو كتب التايتل بتاعها على اي سيرش انجن هيوصل للبري برنت لان الاوثر حطه اونلاين والجورنال بيحاول يعمي على الريفيور. ففي حالات الجورنالز الدبل بلايند بيبقى على الاقل بيتقال لك البري برنت do not share it. في جورنالز مثلا تقول لك do not share the preprint لغايه لما تبقى تاخد تخلص ريفيو. لما تخلص ريفيو خلاص احنا مش هنعمي بعد كده على الريفيوز، اوكي؟ فما تبقاش انت اوريدي حاططها preprint اونلاين وبعد كده رايح مديها لنا عشان نعميها على الريفيور. فالجورنالز الدبل بلايند بيبقى عندهم restriction على preprint وfunctional، وبعض السوسايتي اون جورنالز مثلا في السفير السوسايتيز برضو احيانا بيبقى لها restrictions similar زي دي برضو. اعرف منين الكلام ده؟ من الجايد فور اوثر بتاع اي جورنال. حاجة مهمة ان preprint انا ما ينفعش اخليها يبقى شكلها عمل زي final published article. It's unethical انك انت تحاول تخم الناس ان دي الارتكل اللي اتحكمت او دي اللي حصلها peer review في حين ان دي النسخة الاولية. It's very unethical انك انت to make it more like او to substitute for the final versions of the article نفسها. طيب نيجي للنسخة اللي بعدها اللي هي accepted manuscript. احنا قلنا من شوية الاكسبتد مانوسكريبت انا اقدر اعمل لها، لو انا ناشر جولد اوبن اكسس فانا بقدر اشير الفاينل ارتكل نفسه اللي على الببلشر، سواء بقى اكسبتد مانوسكريبت او فاينل ببلشد ارتكل اللي هو الببلش جورنال ارتكل او البي جي اي، اقدر اعمل لهم شيرنج كجولد اوبن اكسس. لو انا سبسكريبشن فلا، السبسكريبشن في الاخر الببلش جورنال ارتكل ريستريكتد اكسس على الناس اللي معاها سبسكريبشنز، انا اي كانوت شير ات. كده طب what can I share? I can share the accepted manuscript. ازاي؟ قال لك انت ممكن تشير الاكسبتد مانوسكريبت اول ما تنشر البيبر، واحنا موافقين على ده انك ما تستناش الامبارجو. طب ايه الشروط؟ قال لك انه يبقى صفحه غير تجاريه، ويب سايت غير تجاري شخصي لحضرتك كاوثر، او انك انت اوريدي كان عندك بري برنت من زمان على اركايف او ريبك، ماشي، وهتعمل ابديت للاكسبتد مانوسكريبت اول ما حصل لها اكسبتد. هنوافق، مفيش مشكله ان الاكسبتد مانوسكريبت تبقى في الحاله في الحاله دي انها تبقى فروم من ساعه الاكسبتنس انها تبقى موجوده اونلاين فور فري، اوكي؟ انه عندك انه اي استخدام داخلي جوه الجامعه او المؤسسه اللي حضرتك موجود فيها، شير حط على لو عندكم ريبوزيتوري جوه الانستتيوشن بتاعكم حط عليها الاكسبتد مانوسكريبت على طول، خلاص؟ او حط اي حاجه انفيتيشن اونلي ريسيرش كولابوريشن ورك جروب برضه حطها ما دام اتس ريستريكتد اكسس، خلاص؟ هتدي كوبيز للستودنتس للريسيرش كولابوريتورز الاكسبتد مانوسكريبت، مفيش مشكله طبعا. اي شيرنج على الشيرنج يبقى برايفت ايميديتلي قبل الامبارجو، الشيرنج لازم يظل برايفت. لو انا بستخدم حاجات جوه الجامعه او جوه الانستتيوشن مفيش مشكله، لو بستخدم كوميرشال سايتس او سايتس بره الانستتيوشن لازم بيكون ليها اجريمنت مع السفير وتبقى في ورك اونلي، تبقى ورك اونلي جروب. بعد الامبارجو بيريد ده جرين اوبن اكسس بقى، حط على نون كوميرشال ويب سايتس الويب سايت الجامعه ويبقى اكسسبل للناس كلها مفيش مشكله،
لو هو نون كوميرشال، ولو انا هحط الاكسبتد مانسبوت بجرين اوبن اكسس على سايت كوميرشال سايت تجاري، لازم يكون في اتفاق بينه وما بين Elsevier من لسته موجوده على ويب سايت Elsevier. اوكي الشرط الاساسي في الاكسبتد مانوسكريبت ان يتحط عليه اللايسنس بتاع كرييتيف كومنز سي سي بي واي ان سي ان دي نون كوميرشال نون ديريفاتيف، ويتحط لينك الدي او اي للفاينل ارتكل اللي موجود على ويب سايت الببلشر، وسهل انك انت تعمل الكلام ده. ويمكن في حبه شروط موجوده على الهوستنج بوليسي لو حطها على الريبوزيتوري بتاع الجامعه. اوكي لو انا بنشر جولد، انا عارف الناس بتسال على التندنس، احنا وير اولموست اوت اوف تايم، فأنا هستأذنكم دقيقتين وهشير مع حضراتكم اللينك بتاع السيرتيفيكت والشهادة. طيب لو أنا نشرت جولد أوبن أكسس أو هايبريد جولد أو دايموند، فأنا بيبقى من حقي إن أنا أختار لايسنس من ثلاثة من الجورنال اللي أنا عايزها، يا إما كوميرشال كريتيف كومنز، نون كوميرشال كريتيف كومنز، أو Elsevier ستاندرد يوزر لايسنس. أوكي التلاتة بيقولوا ان انا اقدر اي حد يقدر يريد print او download او يريد distribute article او data mining، ان يبقى له ترجمة وتتعاد نشر الترجمة، reuse portions or extracts from the articles، او انه يستخدم في استغلال تجاري. الكوميرشال license متاحة للأكاديميين فقط من Elsevier، non-commercial license متاحة لأي حد بيختار gold open access يختار non-commercial creative commons او Elsevier user license. اخر حاجه هي فكره انه انا طيب ده لو انا هشير الارتكل وانا نشرته جولد اوبن اكسس اصلا. طب انا عندي الارتكل بي دي اف بتاع الببلشر وانا ناشر سبسكريبشن، هاو كان اي شير ات؟ الاساس ان انا لما بشير ارتكل بتاع ببلشر سبسكريبشن ارتكل، اولا من الاول الاوثر هو نقل الكوبي رايتس بتاعته للببلشر عشان الببلشر يقدر يبيع الارتكل في اشتراكاته ويقدر يغطي تكلفته. اوكي فالاساس ان انا بشير لينك، طب انا عايز اشير الفول تكست بي دي اف سواء انا الاوثر او ده بتاع حد تاني. قالك لو انت الاوثر، انت لو نشرت مثلا مع Elsevier بتاخد في حاجه اسمها شير لينك، ده لينك من يوم النشر لمده 50 يوم، اي حد هيضغط على اللينك ده هيقدر ينزل البي دي اف سواء عنده اشتراك او ما عندوش اشتراك، معنى الارتكل سبسكريبشن ارتكل. اوكي برضو لو انت كاتب معاك البي دي اف بتاع البيبر شير ات برايفتلي زي ما تحب، ستودنت معاك انت عارفه، زميل ليك شغال معاه، اي حد تعرفه، ما فيش مشكله ان تشير ذا فاينل ارتكل برايفتلي مع فور بيرسونال يوز. خلاص المشكله في الشيرنج بابليكلي هو اللي بيعمل مشكله. اوكي طيب انا نشرت ارتكل في الجورنال ولنفس المحتوى اللي في البيبر ده انا حاطه في الرساله بتاعتي كطالب. اوكي ما فيش مشكله انه في الاخر انه يبقى المحتوى بتاع الارتكلز ده موجود من ضمن الثيسز او ديسرتيشن ويبقى موجود على ويب سايت الجامعه، ده برده ما فيهوش مشكله اطلاق، بس يبقى بشرط في الدي او اي لينكس اللي راجعه لساينس دايركت. طيب لو بيبرز بتاعت ناس تانية بقى مش انا، مره تانية الاساس ان البرايفت، لو انا بالاساس ان انا عشان اقدر اجيب ارتكل بتاع حد تاني نشره مع ناشر، فان انا عندي اشتراك للناشر ده لو هو سبسكريبشن ارتكل، فلو انا عندي اوريدي اشتراك وقادر اوصل للارتكل ده زي حاله بنك المعرفه، اقدر استخدمه within the classroom، اقدر استخدمه for grant funding documents كملحقات بيها، اقدر اشيره برايفتلي مع اي حد انا شغال معاه. يمكن هتلاقوا مثلا commercial partner sites لو حاجه زي مندلي مثلا على سبيل المثال، في فيتشر ان انا بكرييت برايفت جروب ونشير الارتكلز، ده Elsevier سمح ده انك بتشير الارتكلز برايفتلي مع التيم اللي انت شغال فيه. As long as the sharing of articles is done privately, this is acceptable. خلاص مشكلة في sharing publicly. ماشي في websites ما بتحترمش الكوبي رايتس ده، and we do have a big issue with it with them such as ResearchGate أو أكاديميا، لأنه في الآخر they do not fully follow with the copyrights، ويمكن ده بيأثر على sustainability بتاعة الجورنالز نفسها. انا دي ملخصات موجوده للي حابب يرجع لها للشيرنج رولز، بري سبمشن، افتر اكسبتنس، افتر ببليكيشن، افتر امبارجو، في حاله الجولد وفي حاله السبسكريبشن، الهوستنج بوليسي ريكومنديشنز، واي سؤال انا اقدر اشير او لا، يو كان جو فور هاو كان اي شير ات دوت كوم، دي برضو مبادره من اكتر من ببلشر ان هم يسهلوا القصه دي. اي حاجه ليها علاقه باي بيرميشن حضرتك محتاجه من Elsevier bit.ly/els permissions هيقدروا يساعدوك في ده. أنا يعني بكده أبقى وصلت لنهاية السيشن،
بس يعني for some final remarks قبل ما أعرض اللينك بتاع الشهادة وأتناول أسئلة حضراتكم. جزء مهم جدا إن في للأسف بقى حاجة اسمها predatory publishing. عادة دي جورنالز بتدعي زورا إنها جورنالز من الأساس وتقول لك إن أنا شغال جولد أوبن أكسس. الجورنال ده ما هوش جورنال وما هوش فيه peer review، هو نصب في الآخر، بيقول لك بس أنا لا أنا جورنال وأنا شغال جولد أوبن أكسس، هات APC عشان أنشر لك. طب أنا هنشر لك إيه؟ ساعتين يوم. فالجورنالز اللي زي دي هي بتنصب بتحتال على الناس مقابل جمع APCs وهمية، مقابل نشر وهمي بيحصل في الاخر ما فيهوش اي نوع من انواع التحكيم العلمي. It's very important ان احنا نحاول نتجنب الحاجات دي، ما نحطش فلوسنا ورا جورنالز على الفاضي. We have sessions، احنا عملنا trainings قبل كده هتلاقوا على اليوتيوب شانل بتاعتنا على قصص البريدتري بوبلشنج بالاساس وليه الرجوع لقواعد بيانات زي سكوبس او غيرها. الفكره ان قاعده البيانات تبقى عندي هي متوليه ان هي تتاكد ان الجورنالز دي ملهاش بريدتري بيهيفير، فيبقى بقدر اضمن المجموعه دي في الاخر. في حاجه اسمها برضو الهاي جاك جورنالز، ان حد يعمل موقع مضروب للجورنال حقيقي عشان ينصب على الناس انها تسبميت البيبرز عنده وتدفع له هو الاي بي سيز، فده احيانا بقى بيحصل برضو. وفي اشكال ثانيه من الان اثيكال ببلشنج ممكن يحصل من جورنالز. It's very important، يعني يمكن سكوبس بيساعد والاندكسيشن داتابيزز بتساعد في قصه الفلتره في الحاجات دي شويه. في الاخر there is more to find out about publishing and how it works على researcheracademy.com. ممكن تتابعونا على صفحتنا على Elsevier Africa، على اليوتيوب شانل بتاعتنا Elsevier Africa برضو، والفيسبوك جروب Elsevier Community. We can have more discussions there. facebook.com/group/Elsevier Community. لينك السيرتيفيكت بتاع النهارده حضراتكم لو ضغطتوا حضراتكم عشان تقدروا توصلوا السيرتيفيكت محتاجين تمشوا على الثلاث خطوات اللي هقولهم دول. الخطوة الأولانية حضرتك تروح لresearcheracademy.com وتعمل ساين ان. ساين ان بنفس الأكاونت اللي حضرتك بتستخدمه على أي تول من تولز Elsevier، ساينس دايركت، سكوبس، مندلي، الأو أي سي إس لما حضرتك جيت سبميت بيبر قبل كده مع Elsevier، أي ويب سايت على Elsevier لو استخدمت عليه يوزر نيم وباسورد شغالين فيهم كلهم. هو كده كده هيطلب من حضرتك الايميل وانت بتعمل ساين ان، فالايميل ده لو لقاه ان هو استخدم في اي ويب سايت من ويب سايتس Elsevier هيطلب منك الباسورد. لو لقى ان الايميل ده اول مره نشوفه هيطلب من حضرتك انك تدخل فيرست نيم لاست نيم وباسورد ويتبعت لك رساله تاكيد. في نهايه المطاف مهم ان انا اروح للريسيرشر اكاديمي واعمل ساين ان او كريت اكونت عليه وابقى سايند ان على الريسيرشر اكاديمي. لو انا خلصت الخطوه دي وبقيت سايند ان على الريسيرشر اكاديمي خلاص هفتح تاب جديده، افتح صفحه جديده وادخل اللينك اللي قدام حضراتكم على السكرين bit.ly/ELS-OE-تاريخ النهارده. ايه اللينك ده؟ هيفتح معايا سيرفي استبيان، هاخد معاكم حوالي 3 4 دقائق تو جيت ثرو. بنهايه الاستبيان ده هتلاقوا دخلكم على صفحه فيها مكتوب العنوان السيشن النهارده والاجنده بتاعتها، هتلاقوا فيه فايل اسمه هاو تو جيت يور سيرتيفيكت، ممكن تبصوا عليه تاني يا ريت عشان تتاكدوا ان اسمكم هيطلع على الشهاده صح. وفي مساحه ان حضرتك تنزل هتدخل كليم كود اللي هو الست حروف اللي بالبرتقاني الموجوده قدام حضراتكم اون سكرين وتعمل سبميت. في الاخر هيبتدي جنريت شهاده من Elsevier ريسيرش اكاديمي لحضرتك بانك حضرت السيشن بتاعه النهارده. وبرده على نفس الصفحه اللي انا بجيب منها السيرتيفيكت دي هتلاقوا البرزنتيشن اللي انا استخدمتها مع حضراتكم موجوده النهارده. ويمكن انا يعني انا كده وصلت لنهايه، خليني اكتب اللينك لحضراتكم هنا على السكرين. هكتب لحضراتكم على الشات والكود انا حابب ان انا يعني انا بشكركم جدا على وقتكم النهارده. انا هكون متاح، احنا خلصنا السيشن، انا هكون متاح مع حضراتكم 10 دقائق كمان. بس يمكن برضو حابب برضو قبل ما نخش على الاسئله كان في بوينت كده حابب اوريها لحضراتكم سريعا.
كنت بقول لحضراتكم انه دلوقتي لو انا بعمل سيرش على الجورنالز اللي في سكوبس او سيرش على سكوبس نفسه، وليكن مثلا انا هدور على فيلد بتاعي مثلا كومبوزيتس، فايا كان الفيلد او ايا كان الكوري اللي انا عاملها، هلاقي هنا بقت الفلترز الجديده اللي بقولها لحضراتكم. اقدر اشوف كل انواع الاوبن اكسس، الجولد والهايبريد جولد البرونز والجرين. افتكر ان الجولد والهايبريد جولد دول اللي بيدفع فيهم اي بي سيز. برضو انا ممكن في الادفانسد فلترز زي ما شفتوا السنتاكس ان انا اقدر احط الكلام ده، ان انا اقدر اعمل بريك داون اكتر يمكن كمان للجرين تحديدا. حاجه الثانيه انه لو انا دخلت على لستة الجورنالز اللي موجوده على سكوبس، برضو في فلتر تاني ان انا اقول له انا عايز جورنالز وعايز اوبن اكسس جورنالز. دي مقصود بيها ان جورنالز بالكامل بتنشر اوبن اكسس بس، يعني fully gold open access journals او diamond journals. بنلاقي مثلا في من ال 24000 في 6299 دي journals ما بتدينيش، بتنشر فقط بنموذج الجولد open access على سبيل المثال، واقدر اعمل break down باي subject area معين. برضو حاجه اخيره الجورنال فايندر بتاع Elsevier. هنا انا ببص على كل الناشرين، هنا ببص على Elsevier بس. ده تول معموله انا بذكاء صناعي تحاول تحدد لحضرتك ايه البيبرز، ايه الجورنالز اللي عند Elsevier الانسب للابستراكت تايتل ابستراكت وكي ووردز والفيلد اللي حضرتك حاطه. يعني ناخد مثال بريسيت مثلا ده مثلا، ونعمل فايند جورنالز. هنا بيدور في جورنالز Elsevier تحديدا، فاقدر هلاقي ان انا عندي فلترز ايه في جولد اوبن اكسس، ايه في سبسكريبشن. هلاقي هنا في كمان statistics على الاكسبتنس ريت، على التايم فور فيرست ديسيجن، على التايم فور بابليكيشن اون افريج، ها المدى التلاؤم بتاع الاقتراح ده. طبعا انا هنا حطيت ديتيلز قليله قوي. بتنشر اوبن اكسس جولد اوبن اكسس ولا سبسكريبشن، برضو البيانات دي حضراتكم تقدروا توصلوا لها من Elsevier جورنال فايندر. انا اي ثينك ان احنا I've reached the very end of our session today. انا يعني هكون موجود، احنا يعني خلصنا السيشن النهارده، هكون موجود مع حضراتكم برضو لمده 10 دقائق ان احنا برضو نلقي نظره على اسئله حضراتكم. when I find a journal on Scopus from indexation بتاعه لغايه 2020 does this mean that the journal is out of Scopus ولا لا؟ انا ممكن اروح ل لسكوبس كونتنت على Elsevier.com واقدر اشوف. يعني لو عايز اتاكد اسمين الجورنال ده توقف ادراجه ولا لا، 2020 مش بالضروره ان هو يكون توقف ادراجه، ممكن يكون باختصار معناه انه الجورنال ده ان الجورنال ده ما نشرش لسه، ما طلعش لسه اول عدد ليه في 2021. يعني في جورنالز بتنشر كل 3 شهور على سبيل المثال. انا عايز اتاكد ان الجورنال ده ما توقفش ادراجه، انا ممكن احط لحضراتكم لينك لل ممكن احط لحضراتكم لينك للاكسل الصفحه دي بينزل فيها لو في اي ابديتس على الداتابيز بتاعه سكوبس. هتلاقوا في ليست اوف ديسكونتينيود تايتلز هيبان فيها لو في لو جورنال توقف ادراجه في سكوبس. يعني I hope this answers. Is it available to have a discount in case of publishing a paper in Elsevier journals from Egypt? اي حد من مصر بياخد ديسكاونت 50% اوتوماتيك. اوكي. برضه مره ثانيه يعني افتكر ان هو مش الجولد اوبن اكسس هو الاوبشن الوحيد، بس هو لو انت هتنشر جولد اوبن اكسس مع Elsevier يور اليجبل اوتوماتيكلي فور 50%. كان اولويز كوميونيكيت وذ اديتور لو في سبيسيفيك كيس، هم بيحاولوا يراعوا حالات فرديه برضو ان هم يقدروا يدعموا زياده. وبرضو ممكن ابتدي ابص برضو في نماذج السبسكريبشن مودلز يعني كجزء من الاختيارات اللي موجوده قدامي. في رابط من خلال استماع المحاضرة، في ايميل هيتبعت لحضراتكم، في اللينك بتاع التسجيل، اللينك بتاع الشهادة تاني، واللينك للتسجيل بتاع المحاضرة.
برضو لو في مشاكل فنية قابلت حضراتكم مع الشهادة، مع استصدار الشهادة نفسها، في برضو صفحة الدعم الفني أنا أقدر أكتبها لحضراتكم. هنا اللي عنده مشكلة في السيرتيفيكت نفسها. What is green open access؟ ده سؤال اتسأل من بدري شوية من ساعة الستوب الأولاني، أتمنى أن يكون واضح دلوقتي. لو مش واضح please let me know بالأسئلة. Structure of an article, that's a topic for another session. احنا لينا اعتقد ان في زي النهاردة بس بالليل يوم الاثنين جاي الساعة 6 I think there is a session هتلاقوه على akb.eg/events on writing. I think هي هتكلم عن writing. I'm not sure هضغط الstructure كله ولا لا. بس يعني we do have multiple author workshops بنتكلم فيها على تشكيلة الarticles والstructure بتاعه. I think it will be mentioned, it will be part of the session next week. طيب في سؤال بقى الدايموند اوبن اكسس I think ان احنا عدناه، فلو في مشكلة لسه فيه please come back ليا. أعضاء هيئة التدريس مطلوب منهم ان هم ينشروا كي 1 و 2، ايه اللي ممكن يساعدنا او سبورت فند؟ There is two points to this question. النقطة الأولانية إن مش Q1 و Q2 journals مش بالشرط إن هما gold open access، وأكشلي هتلاقوا إنه نسب السبسكريبشن بتزيد كل ما الكورتايل بيزيد. أكشلي يعني it's usually journals اللي ما بتقدرش يعني مش يعني دايما في كل كورتايل وبالذات في الكورتايلز العالية options السبسكريبشن موجودة كتير. I could start targeting the subscription بدل gold open access لو gold open access مش مناسب، مش أكتر حاجة مناسبة ليا لمشاكل تمويل أو غيره. بس if the journal اللي أنا شايفها أنسب ليا هي gold open access journal في الآخر، ففي الآخر أنا ليا APC discount as 50%، I can always communicate with the editor إن هو يشوف نسبة أكتر. غير كده كمان برضو من النقاط التانية أنا وريت لحضراتكم اللي هي الدايموند جورنالز اللي موجودة من مؤسسات مصرية في إلسفير. الجولد أوبن أكسس بتاع الجورنالز دي مش غالي، ريلاتيفلي مش غالي مقارنة بالجورنالز الأون أفريج الموجودة في إلسفير، وهم معظمهم Q1 جورنالز. التلاتة الجولد أوبن أكسس اللي مع إلسفير أر أكشلي التلاتة كلهم Q1 على سكوبس. النقطة الثانية إن الجورنالز التانيين الدايموند أوبن أكسس معظمهم أربعة منهم are actually Q1 journals، واحدة Q2 ويمكن هي واحدة بس اللي Q3. ف there are these journals مثلا provide me the option إن أنا حابب أقول أوبن أكسس مش هدفع APC أو هدفع حاجة رمزية بداله، فده option تاني موجود. وفي برضو لو هو gold open access أنا والبعض ال 50% I need further waiver I can always communicate مع الأديتور بخصوص ده. طيب in case of subscription if someone anyone emailed me to get the full text لو حضرتك تعرفوها، لو حد بعت لحضرتك إنه عايز full text بتاع paper حضرتك شفتها، if it's somebody you know or somebody you'll be willing to work with أو كده as a collaborator it's private sharing في الآخر، فأه ما فيش مشكلة. If it's a collaborator أو a colleague أو غيره. Example of commercial websites الليستة موجودة على ويب سايت Elsevier في الشيرنج بوليسي، اللينك بتاعها موجود في البرزنتيشن. I think that covered it. أسئلة certificates opted. في دكتورة أسماء كاتبة المجال الصحي أنا مش عارف بالظبط هي قصدها إيه. Is determined الـ APC بيتحين حسب نوع الريسيرش ولا equal for any research؟ لا، هو الـ APC بيتحدد على حسب الجورنال، الجورنال بيقرر أنا الـ APC بتاعي كذا. ممكن جورنال تقول لك الـ APC بتاعي لو أنت هتنشر original article أو full article كذا، ممكن تحطه APCs تانية للكيس ريبورت مثلا، تبقى أقل شوية مثلا. يعني هي في الآخر policy بتتحط من الجورنال لكل اللي هيتنشر فيها. كل الاوريجينال ارتكلز اللي او كل الفول تك كل الفول ارتكلز اللي هتتنشر فيه او الريسيرش ارتكل اللي هتنشر في الجورنال ده هيبقى الاي بي سي بتاعه كذا. خلاص حضرتك من ريسيرش فور لايف يبقى تاخد 100% او 50% على الاي بي سي اللي احنا حاطينه ده. هل
How can I know the APCs for a certain journal for Elsevier? دي سهلة. اللينك موجود. elsevier.com/open شرطة access. يعني فيها كل التفاصيل اللي حضراتكم ممكن تحتاجوها. في لستة هتلاقوا كل اللستة بكل الجورنالز الاوبن اكسس اللي موجودة. كل جورنال موجود بقى جوه الـ APC بتاعه. في سؤال على انه وقت بالنسبة للجورنالز الهايبرد. هل وقت المنشر المراجعة والنشر بيختلف بين المجلة في السبسكريبشن والاوبن اكسس؟ اللي جاب انا مزاجية انه لا. هو المفروض انها نفس البروسيس ما بين السبسكريبشن وما بين الجولد اوبن اكسس. اوكي. هاويفر احيانا بنسمع عن اعتبارات عمليه بيحصل ان يتعمل فيه اثنين تراكس مختلفين. هو بالنسبه للريفيور كمراجعه الريفيور ما بقاش عارف لو الجورنال هايبريد ما بقاش عارف ده جاي له سبسكريبشن ولا جولد اوبن اكسس. الريفيور ما بيوصلوش المعلومه دي وهو مش مهتم يوصل له المعلومه دي. كل اللي مهتم بيه الريفيور الارتكل ده شكله ايه. الاختلاف اللي ممكن يحصل في الجدوله بتاعه الايشوز. لان احيانا في مثلا بعض الجورنالز مثلا بتقول لك انا حابه ان كل عدد طالع يبقى فيه نسبه اكس اوبن اكسس فيه مفتوحه ماشي. فلما احيانا بيلاقوا انه ما فيش اوبن اكسس كفايه يعني عشان يغطوا الايشو ده بيبتدوا يدوروا طب احنا نشوف ايه كده على الكيو ايه اوبن اكسس نقدمه شويه او يعني ايه يتحط في العدد ده ما يستناش العدد اللي بعده عشان ما فيش اوبن اكسس جولد اوبن اكسس ارتكلز كفايه. ده لو حصل يعني دي كيسز ممكن نكون سمعنا عنها قبل كده بس يعني انه ليه علاقه بجدوله النشر او يعني تحقيق توازن او مساحه من الاوبن اكسس مثلا يقول لك احنا عايزين 5% من الارتكلز مثلا تبقى جولد اوبن اكسس في كل عدد. ف لو ما عندهمش جولد اوبن اكسس كفايه ان هم يوصلوا لده فهيبتدوا يدوروا على مين كان جولد اوبن اكسس عشان يظبط معانا ده. ثاني باد اند اوف ذا داي ذس از ا رير كيس يعني بس يعني القاعده العامه اللي في القصه انه اس بي ريفيو از اديتنج وكده وكده كده الارتكل هيغطي تكلفه للجورنال سواء بقى هيغطيها من السبسكريبشن هيغطيها من جولد اوبن اكسس الاثنين هيحققوا نفس الغرض للجورنال وللناشر يعني. انا بدفع قبل البريبرنت؟ لا ما بدفعش. البريبرنت بتاعت حضرتك ما بدفعش عليها خالص اطلاقا. البريبرنت اتس يورز وانت بتدفع في الجورنال بعد التحكيم لما بتبقى الارتكل يعني انت من الاول بتبقى محدد ان عايز جولد اوبن اكسس او انك انت نشرت من اساس في جورنال ما فيهوش غير جولد اوبن اكسس. عمليه الدفع نفسها بتاعت الاي بي سي بتكون بعد التحكيم. دكتور رشا بتسأل على ان يبقى في فرق في المجلات ليه علاقه بالمجلات في سكوبس يساعد الباحثين في عمليه النشر. طلاب كتير مش بتعرف ازاي تنشر. يمكن جامعات كتيره بقى دلوقتي فيها وحدات للنشر الدولي تشتغل تساعد على ده. احنا كناشرين وكشركاء في بنك المعرفه بنحاول نساعد مع حضراتكم باكبر عدد ممكن من ورش العمل. حضرتك لو دخلتي على نفس البورتال اللي كان فيه تسجيل النهارده akb.eg/events هتلاقي عدد كبير جدا من السيشنز من ناشرين مختلفين. ممكن الاونلاين حاول يساعد الدنيا شويه. فلغايه لما الكوفيد والدنيا تهدى شويه I think we will be able كناشرين ان احنا نقدر نبقى متواجدين معاكم اكتر اون كامبس زي زمان. بس يعني في نهايه المطاف وبرده بنحاول ان احنا نتواصل مع التيمز اللي في الجامعات اللي بتدي التريننجز دي ان احنا نقدر ندعمهم كمان ونعمل ايفنتات مشتركه مع بعض. طيب انا كده اعتقد ان انا خلصت الاسئله اللي كانت جت عندي على الكيو ان دي. في ناس عندها مشكله في التسجيل بتاع السيرتيفيكت. اشوف خليني اوريها لحضراتكم كده سريعا. الموقع هو researcheracademy.com. انا بخش على الموقع ده بسجل دخول
حضراتكم شايفين السكرين ولا؟ ماشي. بعدها بقيت سايند ان واسمي موجود هنا، بروح لصفحه جديده بيت دوت الواي، ويستحسن ان هي تبقى صفحه ثانيه بيت دوت الواي سلاش اي ال اس سلاش رحت هنا ده الاستبيان، هبتدي اجاوب على اسئله الاستبيان نكست. تقييم لرضا حضرتك عن السيشن، انا كده كده مش هدوس سبميت في الاخر. يعني نسال حضراتكم لو if you can provide برضو اجابات على الاسئله دي. همشي في خطواتهم. There are three windows. ماشي. في نهايه المطاف you should reach هتوصل للصفحه دي. هنا تقدر تعمل داونلود للبرزنتيشن والخطوات للوصول على الشهاده، وهنا اهو تدخل الكود الست حروف زي ما كنا وريناها لحضراتكم، وهدوس سبميت. ساعتها هقدر في الاخر هتنزل الشهاده بنفس اسمي اللي موجود هنا. طبعا لو في اي مشاكل في الاسم او كده، انا هنا في خطوات اكتر شويه موجوده، وفي اللينك اللي انا حطيته لحضراتكم على الشات انك انت تقدر تتواصل مع الدعم الفني لريسيرش اكاديمي برضه. هل ممكن التواصل في اونلاين سبورت عرفت بوجود ممكن انشر فيها؟ وانا بس في سؤال جه، انا مش قادر اميز بس الانجليش والعربي فيه، لان هما ترتيب الجمله متغير. احنا there is separate webinars، في workshops كامله قائمه لفكره ان انا اختار الجورنال اللي انشر فيه ازاي، وبنتكلم فيه على تقييم الجورنالز والكوارتايلز ومين الجورنال اللي بقى انسب للموضوع بتاعي. I think that might be more relevant للسؤال. وبرضو لو في حاجة زيادة أقدر أعملها بليز سمي ان ايميل. أنا يعني إحنا خدنا من وقت حضراتكم زيادة عن وقت السيشن، كان في أسئلة كتيرة لطيفة جدا من حضراتكم. أنا أعتقد إن إحنا كده النهاردة وصلنا لنهاية السيشن بالإضافة في الأسئلة اللي كانت موجودة فيها. أنا بشكر حضراتكم جدا على وقتكم. رقم المسكين في الايميل بتاعي، وفي اللينك بتاعنا على الفيسبوك على السفير افريكا البيج والجروب السفير كوميونيتي. نكون سعداء جدا لحضراتكم حبيتوا تتواصلوا معنا على الجروب او البيج، وبرده اليوتيوب شانل بتاعتنا اسمها السفير افريكا على اليوتيوب. بشكر حضراتكم جدا على وقتكم، والى ان نلقاكم ان شاء الله في سيشنز قادمه. شكرا كتير لوقتكم. Thank you.